مذل الشرك بقهره، ومصرف الأمور بأمره، ومديم النعم بشكره، ومستدرج الكفار بمكره، الذي قدر الأيام دولا بعدله، وجعل العاقبة للمتقين بفضله. والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده، الذي أسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بقدرته، وجعله إماما لجميع الأنبياء بفضله وكرمه. والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، أصحاب الفضيلة، أصحاب السعادة، أيها الإخوة المرابطون، أيتها الأخوات المرابطات في القدس الشريف، أيها الإخوة المجاهدون، أيها الإخوة المقاومون في كل فلسطين، أيها الإخوة المساندون في العالم أجمع، في عالمنا العربي، في عالمنا الإسلامي، في العالم الحر، أحييكم بتحية طيبة وهي تحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. والله إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع لما وصلت إليه حال الأمة، وبخاصة من بعض قادتها أو معظم قادتها، حيث نرى أن إخواننا وأخواتنا يضحون بكل شيء، يضحون بفلذات أكبادهم، يضحون بدمائهم، يضحون ببيوتهم، يضحون بكل شيء في سبيل الله، ثم في سبيل قبلتنا الأولى في الأمة، وبخاصة من بعض قادتها أو معظم قادتها، حيث نرى أن إخواننا وأخواتنا يضحون بكل شيء، يضحون بفلذات أكبادهم، يضحون بدمائهم، يضحون ببيوتهم، يضحون بكل شيء في سبيل الله، ثم في سبيل قبلتنا الأولى، في سبيل عقيدتنا، في سبيل كرامتنا، في سبيل شرف هذه الأمة، ومع ذلك بعض هؤلاء يقفون متفرجين، أو مع الأسف الشديد ساكتين، وأخطر من ذلك أن يقفوا مؤيدين للاحتلال والصهاينة والمستوطنين. ولكن ما يحدث في القدس الشريف وفي الأقصى وفي حي الشيخ الجراح وغير ذلك أيضا في عموم فلسطين، أمر مبشر بالخير، أمر يجب أن نضعه في مكانه، يجب أن نقف معهم. إخوة الكرام، لا يجوز أن يكون تأييدنا مجرد كلمات، يجب أن يكون بكل ما في وسعنا، بكل ما في طاقتنا، من جهد مالي، من جهد إعلامي، من كل الجهود، كل بقدره. فالمعركة ليست معركة إخواننا الفلسطينيين فحسب، ولا معركة إخواننا المقدسيين أبدا فقط، وإنما معركة الأمة، ومعركة العقيدة، ومعركة الهوية، بل معركة الكرامة، معركة العزة، معركة الشرف. فلذلك أختصر كلمتي في رسائل. الرسالة الأولى رسالة العز والافتخار وكل ما تعني هذه الكلمة. لا يمكن للقلب، الله يعلم، أن يعبر عن تقديرنا لإخواننا المرابطين وإخواننا وأخواتنا المرابطات، المجاهدين، المجاهدات، المقاومين، المقاومات، بصدورهم العالية، بعيونهم، ضحوا بعيونهم، بأجسادهم، بكل ما يملكون. فما الذي نريد أكثر من ذلك؟
لكم الدعاء، لكم المجد، لكم الفخر، لكم الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، كم تمنيت أمس وقبل أمس أن أكون معكم، أن أكون معكم وأشارك معكم وأنال ما ينالكم، حتى أشارك أيضا بقطرات من دمي على هذه الأرض المباركة. جزاكم الله خيرا، لن نستطيع أن نقول أكثر من ذلك. ما قدمه العلماء وما تقدمه الأمة قليل جدا أمام ما يقدمه إخواننا وأخواتنا المقاومون والمقاومات. رسالتي الثانية باسم الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين إلى إخواننا الفلسطينيين من قادة فلسطين، أن يتحدوا، أن يتركوا الأمل فيما يسمى بالسلام والاستسلام، أن يتحدوا على كلمة سواء. والكلمة السواء هنا رسم طريقته رب العالمين في الآيات التي استمعنا إليها والآيات التي نؤمن بها، وهو إنشاء العبودية الخالصة لله سبحانه وتعالى مع الأخذ بالقوة عبادا لنا أولي بأس شديد، مع المنهج الذي ذكره أيضا. إن هذا القرآن يهدي، منهج القرآن، ليس عندنا منهج آخر. لا الغرب أسعفنا كتاريخ وكتجربة، ولا الشرق أسعفنا ولا يسعفون أيضا. اعتمادنا على الله وعلى هذه الأمور الثلاثة، ثم بعد ذلك الخطة والتخطيط بكل ما يمكن وتوزيع الأدوار، هذا هو المطلوب إخوة الكرام. وأنتم أعلم أيها الإخوة الفلسطينيون، وأنتم تعلمون أحسن منا. هذه رسالتي إليكم. أما رسالتي الثالثة إلى أمتنا الإسلامية ومنها الأمة العربية، متى تتحرك هذه الأمة ومتى يتحرك قادتها؟ لا نريد منكم إدانات، تكفي الإدانات، نريد منكم الخطوات، نريد منكم العمل، نريد منكم المواقف على أقل تقدير، نريد منكم أن تقوموا بعقد مؤتمر إسلامي عربي حول هذه القضية، ويكون مؤتمرا للدعم والتأييد وليس مجرد كلمات تقال دون فعل. هذا الذي نريده من هؤلاء القادة. أما من شعوبنا الإسلامية أو من أمتنا الإسلامية، فنريد منها الدعم المادي والدعم الإعلامي والدعم المعنوي. وأنا كنت أقرأ في هذه الآيات، سبحان الله، فتبادر إلى ذهني، وأنا كنت أكررها أمس وقبل أمس حقيقة أيضا، تبادر إلى ذهني أن هذه الآية الكريمة، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم، هذا دور الإعلام، أي أن على الأمة أن تبذل كل جهدها وطاقتها لتشويه وتسويد الوجه الأسود الحقيقي وكشفه للعالم، ليسوءوا وجوهكم، وجوه هؤلاء المعتدين، هؤلاء المحتلين، هؤلاء الصهاينة الذين حوالي أكثر من 100 سنة أو 200 سنة نحن مظلومون، نحن محروقون، نحن كذا، نحن كذا. اليوم ظهرت أفعالهم ووحشيتهم، ولذلك علينا أن نبين للعالم ونبذل كل جهدنا أيها الإخوة الإعلاميون، يا أمتي، يا أمتي الإسلامية، لنستطيع أن نصل ليسوء وجوهكم، تظهر وجوهكم الحقيقية ويظهر سوادها ويظهر قبحها ويظهر ما تفعله هذه الوجوه باسم الحرية. ولا زال أمس كبيرهم أيقول نحن في منتهى المسؤولية. أين المسؤولية يا مجرم؟ أين المسؤولية يا مجرم؟
فلذلك علينا أيها الإخوة، ولا زالت الصحافة العربية مع الأسف الشديد، لا أقول حتى الغربية والشرقية، تصدق ما يقول هؤلاء المحتلون ليسوءوا وجوهكم. إذن دورنا دور كبير في الجانب الإعلامي، في الجانب المالي، في كل في تحريك الأمة بكل ما تعني. هذه كلمتي أيها الإخوة الأحبة، ولا أريد أن أطيل، وأتمنى مرة أخرى من كل قلبي أن يكتب الله لي ولكم، أن يكتب الله لي ولكم شرف المساهمة في تحرير قبلتنا الأولى والمسجد الأقصى والقدس الشريف، وأن يبارك في إخواننا المجاهدين والمجاهدات والمرابطين والمرابطات. تضرعنا أمس إليهم كثيرا، وسنظل ندعو لهم، وعلينا بالدعاء وخاصة دعاء الليل، كما قال سيدنا صلاح الدين حينما كان يلتقي بجنوده يقول له أمرين: يا ابني يا ولدي، لا أنت على ثغرة لا يأتي العدو من طرفك، ثم يقول: عليك يا ابني أيها الجندي، عليك بسهام الليل. فحتى أحد الجنود قال: يا سيدي، ما سهام الليل؟ كيف لا تخطئ؟ قال: يا ابني، سهام الليل هو الدعاء في جوف الليل. علينا بالدعاء، علينا بكل ما نستطيع أن نقدمه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا بعد ذلك لإخواني المنظمين، والله نسيت حتى أشكرهم، لكن شكركم عند الله سبحانه وتعالى، وجزاؤكم عند العزيز المقتدر. نسأل الله أن يجمعنا على التحرير، وأن يجمعنا عند الملك المقتدر، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل، جزاكم الله خيرا. هذا هو خطاب الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، لأهلنا المرابطين في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، وللأمة كل الأمة، خطاب العلماء للمرابطين في القدس والأقصى ضمن هذه الفعاليات، فعاليات حراك الأمة، اجتمعت كل الأمة على نصرة المدينة المقدسة. أكثر من 40 مؤسسة علمائية ترفع الصوت عاليا: أنقذوا المسجد الأقصى المبارك. نتحول إلى كلمة لعالمنا وشيخنا الفاضل العلامة الفقيه العالم الرباني المجاهد الدكتور همام سعيد، رئيس الائتلاف العالمي لعلماء المسلمين، يتفضل علينا ويرسل رسالة العلماء إلى أهلنا المرابطين في القدس وفلسطين. تفضل شيخنا الكريم. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فصلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وعلى المجاهدين والمرابطين من أتباعه، ورحمة الله وبركاته. وسلام الله عليكم يا علماء الأمة، يا قادة الأمة، يا فضلاء الأمة، سلام الله عليكم في مشارق الأرض ومغاربها. إنكم تجتمعون اليوم نصرة لبيت المقدس، ووقوفا إلى جانب المرابطين والمرابطات والمجاهدين والمجاهدات على ثرى فلسطين المباركة. نعم أيها الإخوة، بالأمس في ليلة 27 من رمضان رأينا عجبا عجابا، رأينا كيف هبت جماهير شباب فلسطين، فتيان فلسطين وفتيات فلسطين ونساء فلسطين وشيوخ فلسطين، هبوا جميعا من أقصى فلسطين إلى أقصاها، متوجهين إلى حيث المعركة، مسعروا حرب كانوا، رضي الله عنهم وأرضاهم، لقد كانوا مسعري حرب
لو كان معهم رجال. وأنتم يا علماء الأمة، أنتم الآن الرجال الذين تقفون مع إخوانكم، مع هؤلاء الذين سعروها حربا وجهادا في وجه المحتل اليهودي الغاشم الغاصب. نعم أيها الإخوة، لقد تابعنا حتى الفجر، والمعركة لم تتوقف أبدا، وكان ليلها وقيامها جهادا ورباطا ودماء وعيونا تفقع ورؤوسا تضرب بالمطاط بالرصاص المطاطي، وهذه المياه العادمة التي كانوا يلقونها على هؤلاء المجاهدين. لقد استخدم اليهود كل أنواع الخبث وأنواع المكر التي أخبر الله تبارك وتعالى عنها في كتابه، استخدموها مع هؤلاء المجاهدين، فما لانت عزيمتهم وما فترت إرادتهم. وإنني أيها الإخوة، أيها العلماء، أقص عليكم قصة ما يجري اليوم في بيت المقدس في حديث أخرجه الإمام النسائي والإمام أحمد عن سلمة بن نفيل الكندي رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل: يا رسول الله، أذال الناس الخيل ووضعوا السلاح وقالوا لا جهاد، قد وضعت الحرب أوزارها، هذا لسان المطبعين اليوم، ماذا يقول المطبعون أكثر من هذا؟ إنهم يقولون لا داعي لهذه الجيوش، فلتذهب هذه الجيوش إلى المزارع والمصانع، إلى تربية الأبقار والأغنام، بدل أن تكون هذه الجيوش للنزال والضراب، بدل أن تكون هذه الجيوش لتحمل مسؤوليتها في تحرير أقدس البقاع وأطهر البقاع. نعم، أذال الناس الخيل، أهانوها ووضعوا السلاح، تركوه وقالوا لا جهاد. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: الآن جاء القتال، الآن جاء القتال. إنه فعلا لمن العجب أن يكون التطبيع في الأيام الخوالي مع اليهود، ثم تأتي هذه الانتفاضة في المسجد الأقصى تمزق صحائف التطبيع وتدوس على صحائف التطبيع وأهل التطبيع، وتقول لا مقام لليهود على أرض فلسطين. إن هؤلاء الشباب الذين انطلقوا بالأمس في حواري القدس يضربون من يواجهون من اليهود، حتى رأيناهم كيف يفرون أمامهم كما تفر الحمر المستنفرة من القسورة. فهذا هو القسورة، هذا هو الشعب الفلسطيني، هذا هو الشعب المرابط الذي يرفع عقيرته في حب فلسطين والدفاع عنها وأداء مهرها من الدماء. فجزاكم الله خيرا يا أبناء فلسطين، أيها المرابطون، يا من كانت ليلة قدركم تختلف عن كل قدر في العالم، إنه قدر المضحين المجاهدين المرابطين. ثم في هذا الحديث أيها الإخوة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يزال من أمتي أمة يقاتلون على الحق. وإذا لم يكن هذا الشأن في فلسطين فأين يكون هذا الشأن؟ دلوني أين في العالم الإسلامي هنالك جهاد كهذا الجهاد ورباط كهذا الرباط؟ ولا يزال من أمتي أمة يقاتلون على الحق ويزيغ الله لهم قلوب أقوام. وهنا نقف قليلا، ويزيغ الله لهم قلوب أقوام. وأنتم يا علماء الأمة
أنتم الذين أزاغ الله قلوبهم لنصرة هؤلاء وأمال الله قلوبهم لنصرة هؤلاء، عليكم المسؤولية كبيرة أن تنهضوا بالأمة كلها وأن تميلوا قلوب الخلق إلى فلسطين وإلى هؤلاء المرابطين. نعم، ويزيغ الله لهم قلوب أقوام ويرزقهم منهم، يرزقهم منهم. إن الأموال الإسلامية في كل بلاد العالم مطالبة اليوم أن تتوجه إلى فلسطين، أن تكون قضية فلسطين قضيتها، ونصرة فلسطين هي أساس جمع هذه الأموال وإنفاق هذه الأموال. نعم أيها الإخوة، هذا في حديث، وختم الحديث بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وعقر دار المؤمنين الشام، أي القدس، عقر دار المؤمنين، أصل دار المؤمنين، أصل داركم يا جماهير الأمة، يا علماء الأمة، أصل داركم فلسطين، أصل داركم بيت المقدس، أصل داركم المسجد الأقصى. نسأل الله تبارك وتعالى في هذا الشهر العظيم وفي هذا الصيام الكريم أن يتقبل جهاد إخواننا، وأن يجعلنا من أنصارهم وأعوانهم، وأن يزيغ قلوبنا إلى نصرتهم. وجزى الله، جزاكم الله خيرا أيها العلماء الأجلاء، وجزى الله إخواننا الذين نظموا هذا اللقاء لنصرة إخواننا في المسجد الأقصى، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل بهذه الرسالة التي ستصل إلى قلب المسجد الأقصى المبارك، إلى كل مرابط ومعتكف في أرضنا الحبيبة الغالية فلسطين. نعم أيها السادة العلماء، إن موقفكم ذخر لهذه الأمة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يكون شعلة ومنارة لأمتنا حتى تتصاعد هذه الهبة فتتحول إلى انتفاضة وثورة. يا أهلنا في القدس، هذا هو يومكم، أسأل الله أن ينصركم وأن يثبتكم. نبقى مع كلمة رئيس رابطة علماء الشام ورئيس المجلس الإسلامي السوري، نبقى مع شيخنا العزيز الغالي، شيخنا المربي الداعي الشيخ أسامة الرفاعي، فليتفضل على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، إخوتنا المرابطين في المسجد الأقصى، إخوتنا أهل بيت المقدس، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وشد في عضدكم وجعلكم قدوة للناس أجمعين. يا إخوتي ويا أحبتي، يا رجال بيت المقدس ويا نساء بيت المقدس ويا فتيات بيت المقدس ويا أطفال بيت المقدس، قلوبنا معكم، بل قلوب أمة الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها تخفق في الدعاء لكم، وتفكر ليل نهار كيف تقدم العون لكم وكيف تدعمكم بكل ما أوتيت من قوة، لأنكم اليوم أنتم الذين تقومون بفريضة الجهاد التي تخلى عنها الناس جميعا، وشمر أعداء الإسلام شرقا وغربا لكسر شوكة الإسلام، ويتجلى ذلك في بيت المقدس في يومنا هذا. أيها الإخوة، يا أبناء بيت المقدس رضي الله عنكم وأرضاكم، يا إخواننا في بيت المقدس، إن أمة الإسلام كلها بلا استثناء، وخاصة في رمضان المبارك، وخاصة في ليلة القدر، ما اكتحلت لها عين بنوم وهي تدعو لكم وتضرع إلى الله تبارك وتعالى أن يكون معكم
فلذلك كونوا على يقين أنكم لستم وحدكم في هذه المعركة التي تصادمون فيها قتلة النبيين والمرسلين أعداء الله تبارك وتعالى. أنتم تتميزون عن خلق جميعا أنكم تقاتلون أعداء الله وأنكم تقفون وتصمدون في وجوههم. أنتم لستم وحدكم، لستم وحدكم أبدا، فعباد الله الصالحون وأولياؤه المقربون والدعاة المخلصون والعلماء العاملون لا يدعونكم أبدا، وهم معكم في السراء والضراء. وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينصركم ويؤيدكم ويكون معكم في محنتكم هذه. لا تخافوا أيها الإخوة، لا تخافوا أبدا، فإن ربنا تبارك وتعالى قد خاطبكم أنتم يا أهل بيت المقدس، خاطبكم فقال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. هذا خطاب من الله لكم، وهذا الخطاب يشد من أزركم ويشد من عزيمتكم. ولا شك أن الله تبارك وتعالى يعلم من يخاطب، يعلم من يخاطب من هؤلاء الرجال الذين انتظوا في هذا الوقت الصعب وفي هذه الأزمنة التي تكالب فيها أعداء الإسلام على الإسلام والمسلمين وعلى أهل بيت المقدس. يخاطبكم فيقول ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنون. يا أيها الإخوة، أنا أعلم وأوقن أن كل مسلم في الأرض يسكن في قلبه ذرة من الإيمان يحبكم ويضرع إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء لكم ويتمنى أن يقدم لكم كل ما يستطيع من دعم وتأييد، ولكن هذا كله في جانب. وفي الجانب الأعظم اعلموا أنكم مع الحق، أنكم تحملون في صدوركم رسالة الحق التي تقاتلون فيها أعداء الله ورسوله الذين أخبر الله عنهم أنهم يعيثون في الأرض فسادا. إن قوة الحق التي تملأ صدوركم وتنتشر في قلوبكم وأفئدتكم وتقيمونها على أرضكم، أن قوة الحق هذه أقوى من كل شيء، لأن الحق مستمد من اسم الله تبارك وتعالى الحق المبين سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، لا تهنوا ولا تحزنوا، لا تهنوا ولا تحزنوا، فإنكم تنتظرون كما ننتظر وعد الله، والله لا يخلف الميعاد. كلنا ننتظر وعد الله وكلنا يعلم يقينا أن الله لا يخلف الميعاد، ولكن هي مسألة وقت، ولا بد في هذا الوقت أن نصاب ببعض المصائب وأن تنزل بنا بعض النكبات. ولقد تعود على هذا المؤمنون الصالحون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون من بعدهم والصالحون من بعدهم إلى يومنا هذا، أنه لا بد من المصائب للوصول إلى الثمرة الطيبة، وهي نصرة الله تبارك وتعالى، نصرة الله عز وجل، نصرة دينه في هذا الوقت الصعب الذي تكالب فيه أعداء الإسلام من الشرق والغرب ضد الإسلام والمسلمين وضد بيت المقدس الذي نرى فيه اليوم جهادكم وجهدكم. وفقكم الله وبارك فيكم وأيدكم بتأييد من عنده ونصركم كما نصر محمدا صلى الله عليه وسلم في بدر، وكما نصر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في غزواتهم وفي حروبهم التي قاموا بها ضد أعداء الله حتى فتح الله لهم مشارق الأرض ومغاربها. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وأيدكم ونصركم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخنا الفاضل، وعد الله قادم بعون الله تبارك وتعالى. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. ندخل مباشرة إلى أرض الرباط والجهاد، إلى أرضنا الغالية، إلى فلسطين، ومع كلمة فضيلة الشيخ الدكتور كمال الخطيب. الشيخ كمال الخطيب، هذا الشيخ الذي رأيناه ونراه دائما يقف مواقف الرجال، مواقف البطولة، مواقف العزة، هو والمرابطون، لا يضره من خالفهم ولا من خذلهم. شيخنا الحبيب، شيخنا الغالي، صوتك للأمة، لحراك الأمة، لعلماء الأمة، لكل أفراد الأمة، الكلمة للشيخ المجاهد كمال خطيب، فليتفضل على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. الإخوة العلماء الأجلاء، يا أصحاب كلمة الحق وجه سلطان جائر، اليوم الذي فيه تناديتم من أجل أن تقول كلمة، لكنها كلمة ليست ككل الكلمات، لا في الزمان ولا في المكان. أما الزمان فإنها كلمة في شهر رمضان المبارك، وقد ذات ليلة القدر المباركة. وأما المكان فإنها الموجهة إلى أرض الرباط، إلى أرض الإسراء والمعراج، إلى القدس الشريف، إلى المسجد الأقصى المبارك، إلى المرابطين والمرابطات فيه. علماء الأمة الذين أكرمهم الله عز وجل بأن يكونوا هم ورثة الأنبياء، فبين أن يحملوا هذا الميراث وبحق وصدق، وبين أن لا سمح الله يخون هذا الميراث وهذه الأمانة ويفرط فيها. شرف كبير لي أن تكون كلمتي هذه بعد كلمة الفاضلين الجليلين الشيخ أسامة الرفاعي والشيخ همام سعيد ومن سبقهم ومن سيأتي، لتلتقي هذه الجهود كلها في التأكيد على أننا أصحاب حق، حقنا لن يضيع، وأن هذا الوهم والسراب الذي اسمه الاحتلال الإسرائيلي الذي يجثم على صدر القدس منذ العام 1948، وقد احتل القسم الغربي من القدس في عام النكبة، واستكمل في العام 1967 في عام النكسة احتلال الجزء الشرقي من القدس وفي المسجد الأقصى المبارك. أيها الإخوة الأحبة، المؤسسة الإسرائيلية التي لا تراعي قيما ولا أخلاقا ولا مروءة، لا شرائع السماء ولا قوانين الأرض تلزمها، وهي التي رأيناها تفعل ما تفعل في مكان هي تعلم قلوب 1700 مسلم معلقة فيه، لكن القباء جندي من جنود الله جعل هؤلاء لا يترددون استخدام هذه الوسائل والانتهاكات للمسجد الأقصى المبارك، ليجعلوا ليس فقط 14 مليون فلسطيني ولا 400 مليون عربي، إنما ليجعلوا 1700 مليون مسلم في حرب مفتوحة معهم وفي ثأر لا ينتهي إلا أن يتم دحر هذا الاحتلال عن القدس والمسجد الأقصى المبارك. قلت بالأمس وأقول إن الشيخ جراح، هذا الحي الفلسطيني الصابر الذي يراد تهجير بعض عائلاته، ما سمي بهذا الاسم إلا نسبة لطبيب الفاتح صلاح الدين، الطبيب حسام الدين ابن شرف الدين عيسى الجراح الذي كان ملازما لصلاح الدين الأيوبي، وشهد طرد الصليبيين من القدس بعد 90 عاما من احتلال القدس والأقصى. فيقينا إن شاء الله أن أهالي الشيخ جراح الذين يسكنون هذا الحي المسمى على اسمه هم من سيشهدون طرد الاحتلال الإسرائيلي عن المسجد الأقصى والقدس، وإن كان مر على ذلك 93 عاما. إن المغفلين من قادة المؤسسة الإسرائيلية الذين يظنون أن القوة التي بأيديهم يمكن أن تجعلهم أبد الدهر قائمين في هذا المكان، وهم يعلمون أن هذه الأرض مباركة لا يعمر فيها ظالم. إذا كان الفرنسيون قد قالوا جملتهم المشهورة يوم فشل مشروعهم في طمس هوية الشعب الجزائري قائلين: ماذا نفعل إذا كان القرآن أقوى من فرنسا؟ واليوم لسان
حالنا نقول نحن ماذا إسرائيل ماذا تفعلون إذا كان القرآن أقوى منكم وإذا كان حب الأقصى أقوى منكم؟ بالأمس شاه كلها يوم تنادى أهل الداخل الفلسطيني هؤلاء الذين بقوا في عام النكبة فقط 150 ألف أصبحوا اليوم 1,700,000 لكأن الله عز وجل جعلهم قدرا من قدره وجعلهم سببا من أسبابه ينفذ به وعده سبحانه وتعالى. وقد دارت الأيام ليصبح هؤلاء هم الوحيدون مع أهلهم في القدس القادرين على الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك للرباط فيه والدفاع عنه، شرف الله عز وجل أعطاهم إياه. رأتهم الدنيا بالأمس بمئات حافلاتهم بآلاف سياراتهم يصلون إلى القدس، ولكن شرطة الاحتلال تمنعهم في الشارع الأول، في الشارع الأهم الذي يصل بين تل أبيب والقدس، لكنهم هناك أصروا على أن يمشوا مشيا على الأقدام 20 كيلومترا نحو القدس. لما أنزلوا من الحافلات وأغلق الشارع وأصبح لسان حال كل صغير وكبير من اليهود والإسرائيليين يتحدث ماذا يحدث في شارع رقم 1، لم تمض إلا ساعتين إلا والشارع يفتح بعد إذ هب أهلنا من القدس وقراها لينقلوا هؤلاء الذين أنزلوا من حافلاتهم ليصلوا بهم جميعا إلى القدس ويصلون في المسجد الأقصى المبارك. نحن إخوانكم أبناء الداخل الفلسطيني الذين أطلقنا بفضل الله عز وجل علينا منذ العام 1996 صرختنا أن الأقصى في خطر، لم يكن والحمد لله هذا النداء صرخة في واد ولم يكن نفخة في رماد، إنما هو النداء الذي وصل إلى قلوب أبناء داخلنا الفلسطيني فأدركوا أن الأقصى في خطر فرابطوا فيه وأقاموا المؤسسات من أجله ووقفوا دفاعا عنه وعمروا مصلاه المرواني وعمروا أقصاه القديم وأقاموا فيه مؤسسات لرعاية القدس وأهلها، حتى كان القرار الظالم يوم 17/11/2015 بحظرنا بإخراجنا عن القانون، إخراج الحركة الإسلامية عن القانون، وإلى الآن أيزال أخي الشيخ رائد رئيس الحركة الإسلامية التي حضرت في سجن المؤسسة الإسرائيلية، لكن هذا لن يضيرنا إن شاء الله ولن يضرنا بإذن الله. وكيف يضرنا ويضيرنا ونحن نعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكل أهلنا في بيت المقدس يعلمون ذلك، طائفة من أمتي لا تزال طائفة من أمتي على الدين ظاهرين لعدو لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، أمتي كلها وهي ليست كذلك والحمد لله، ولو خذلنا علماء كثر وليس الحال كذلك والحمد لله، ولو خذلنا المطبعون والمتآمرون المهرولون لتقبيل لا أقول يد بل قدم لن يضرنا للحق مراغمة، أننا يجري علينا قدر الله عز وجل حتى يكون اليوم الذي فيه نعم غربت شمس الاحتلال الصليبي عن القدس بعد 90 عاما، يقينا أن شمس الاحتلال الإسرائيلي ستغيب عن القدس وقريبا إن شاء الله. أيها الإخوة الأحبة نطمئنكم ونقول لكم إنما يحصل نعم سالت دماء، نعم يوجد اعتقالات، يوجد إهانات، يوجد هذا كله يوجد، لكنها ضريبة. أليس المسلم الآن يخرج زكاة ماله قربة إلى الله عز وجل؟ أنا أعتبر أن عيشنا في هذه الأرض وأن الله عز وجل أكرمنا فولدنا في أرض المباركة هذا يستوجب علينا أن نؤدي زكاته. ليس الزكاة إلا الرباط في المسجد الأقصى المبارك والدفاع عنه لنشكر نعمة الله عز وجل علينا. أقول لكم أيها الإخوة اطمئنوا إلى أننا بين يدي فرج قريب إن شاء الله وفتح مبين إن شاء الله. إياكم أقول إياكم أن تنظروا إلى الأشياء من خلال ألسنة المرجفين والمثبطين والقاعدين والمتشائمين، إنما انظروا إليها من لسان الصادقين من علماء الأمة الذين يملؤوننا ثقة ويقينا بأننا بين يدي فرج قريب إن شاء الله. نحن إن شاء الله على العهد أيها الإخوة، عهدكم بنا
أن نظل أوفياء للقدس والمسجد الأقصى سدنة، لا نقيل ولا نستقيل، لا نفرط ولا نساوم بإذن الله. وعهدنا بكم إن شاء الله كلام الصدق دائما يقوينا ويعزز فينا هذا المسير وهذا المشوار، على أمل إن شاء الله أن يأتي اليوم القريب الذي فيه سيكون اليوم القريب الذي سيكون فيه جمعنا جميعا إن شاء الله في المسجد الأقصى المبارك، وقد غرب عنه وجه هذا الاحتلال الإسرائيلي الغابر، ليكون إن شاء الله شرف خطبة الفتح لعالم من علماء الأمة، لجليل من أجلائها، لكبير من كبرائها، ممن حملوا راية الحق والصدق. أسأل الله عز وجل ألا يأتي رمضان القادم إلا وقد فرج الله عز وجل الكرب وغير الحال إن شاء الله. بوركتم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ كمال. وعهد الأمة، عهد علماء الأمة أيضا لفلسطين ألا يتخلوا عنها، نحن شركاء معكم ردءا وظهيرا وسندا بعون الله تبارك وتعالى. اللهم مكننا من تحرير الأقصى والصلاة المباركة في مسجده، اللهم آمين آمين يا رب العالمين. من قلب المعركة وعمق المواجهة الشيخ المجاهد كمال الخطيب، ذكرتنا شيخ كمال بشيخنا المجاهد شيخ الأقصى الشيخ رائد صلاح، عندما نراك نرى الشيخ المجاهد رائد صلاح البطل الذي يعشقه العالم الإسلامي بثوابته بمواقفه البطولية دفاعا عن المسجد الأقصى المبارك وعن الحق السليم. ذكرتنا بالشيخ عكرمة صبري أمين المنبر، شكرا لكم يا أهل فلسطين، يا علماء فلسطين، يا منارة فلسطين، بارك الله بكم. إلى الشق الآخر من أرض فلسطين الحبيبة، إلى غزة البطولة وغزة العزة، إلى الدكتور نسيم ياسين رئيس رابطة علماء فلسطين، المنبر لك والكلمة لك شيخنا الفاضل، تفضل على بركة الله تبارك وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله إليكم حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على حبيبنا ورسولنا وقائدنا ومعلمنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخواني العلماء الأفاضل، أبناؤنا وأهلنا في الرباط، في رباط بيت المقدس، شعبنا الفلسطيني، أمتنا العربية والإسلامية، أحييكم أجمل تحية، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من غزة الأبية نبرق بالتحايا إلى كل علماء المسلمين، إلى كل الخيرين من أبناء هذه الأمة، إلى أهلنا المرابطين والمرابطات في باحات المسجد الأقصى، إلى كل خير يسعى لتحرير المسجد الأقصى. أحييكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواننا الكرام العلماء الأفاضل، أشكر لكم هذا الحراك الذي يرفع فينا المعنويات ويبين ويؤكد على عزة المسلمين ويؤكد على مكانة العلماء الذين هم ورثة الأنبياء. فأنتم دوما يجب أن تكونوا في الطليعة، في طليعة الذين يرفعون معنويات أبناء الأمة، في طليعة الذين يجاهدون من أجل مقدسات الأمة، في طليعة الشعب الفلسطيني المرابط الذي ينظر إلى علمائه نظرة اعتبار واحترام وتقدير. جزاكم الله عنا كل خير، وأسأل الله أن تكونوا في طليعة الفاتحين لفلسطين والمسجد الأقصى وبيت المقدس، وأن نصلي سويا قريبا بإذن الله سبحانه وتعالى في باحات المسجد الأقصى، وما ذلك على الله بعزيز. أحييكم وأشكركم كل الشكر والتقدير، وأسأل الله أن تدوم هذه المحبة وأن تدوم هذه العلاقة وأن تستمر بيننا وبينكم التواصل من أجل نصرة المسجد الأقصى ونصرة بيت المقدس ونصرة القضية الفلسطينية التي غابت عن مؤسسات الأمة ردحا من الزمان. إخوانا الكرام، اسمحوا لي باسمكم جميعا، باسم العلماء، باسم أهل غزة، باسم المرابطين في غزة والمجاهدين هنا في غزة، أن أتقدم بكل التحية والشكر والتقدير للإخوة المرابطين والأخوات المرابطات، شبابا شيوخا أطفالا نساء جميعا في المسجد الأقصى،
فهم الدرع الحامي للأقصى والمدافعين عنه نيابة عن الأمة، هم رأس الحربة، عليهم نراهن دائما على في مواجهة هذا العدو المتغطرس، العدو الصهيوني، عليهم نراهن في إفشال مخططاته التي دائما يقفون بصدورهم العارية إلا من الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ويفسدون هذه المخططات دائما. فالعدو منذ أن وطئت أقدامه النجسة هذا المكان الطاهر، وهم يخططون من أجل النيل من المسجد الأقصى وتدميره لا سمح الله، وهم يخططون من أجل إعادة هيكلهم المزعوم، وقد عاثوا في الأرض فسادا، قتلوا، حفروا الأنفاق تحت المسجد الأقصى، وسالت دماء المسلمين على ساحات المسجد الأقصى وفي داخله. نعم إخواننا الكرام، إخواننا في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، إخواننا في فلسطين المحتلة عام 48، الجميع كانوا يقفون دوما صفا واحدا من أجل إفشال هذه المخططات. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم عنا كل خير، وأن يبارك فيهم ويبارك في شعبنا وأمتنا، وأن يتقبل منهم رباطهم وعبادتهم وجهادهم وتضحياتهم. نعم إخواننا الكرام المرابطون في ساحات المسجد الأقصى، لقد أثبتتم والله للأمة وللعالم بأسري أنكم صمام الأمان، صمام الأمان والمدافعين على الأقصى وعلى القدس. نعم أثبتتم أنكم جديرون بالفعل بوصف الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنكم الطائفة المنصورة بإذن الله، في تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلا ما أصابهم من لأواء. نعم إنكم أنتم هؤلاء الذين وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتم الذين يشار إليكم بالبنان في هذا، وإن خذلكم كثير من أبناء شعبكم، من أبناء أمتكم حتى ومن أبناء شعبكم، إلا أنكم أثبتتم أنكم على قدر المسؤولية. أقول لكم أيها الإخوة المرابطون، أو أقول لكم إن هذه الدماء الطاهرة التي سالت منكم على أرض الأقصى، إن هذه العيون التي طارت من أجل المسجد الأقصى لهي نور يضيء الطريق، يضيء طريق السالكين، يضيء الطريق للمجاهدين من أجل أن يحرروا المسجد الأقصى قريبا بإذن الله سبحانه وتعالى، وما ذلك على الله بعزيز. نسأل الله أن ينصركم وأن يثبتكم وأن يوفقكم وأن يأخذ بأيديكم. كم هفت القلوب في الليلة الماضية وفي كل وقت إلى المسجد الأقصى، وكنا نتمنى أن نكون معكم وإلى جانبكم. غزة لن تنساكم ولم تنساكم إخواننا الكرام، فهي إلى جانبكم باستمرار وتفكر فيكم شعبا وقيادة ومجاهدين، الجميع يده على الزناد وينتظر اللحظة الذي يعني يقفز فيها بإذن الله لنصرتكم بإذن الله سبحانه وتعالى. إخواننا الكرام العرب والمسلمون مدعوون شعوبا وقادة وعلماء ومفكرين ومثقفين ومؤسسات، مدعوون للتحرك الفوري، كل في مجاله وكل على قدر استطاعته من أجل نصرة المسجد الأقصى، هذا أقل الواجب، وكذلك مدينة القدس، ودعم صمود أهلنا المظلومين في القدس وفي حي الشيخ جراح بالذات الذي يتعرض لأبشع حملة استيطانية تهدف لتهجير سكانه الأصليين. كما نؤكد على دعمهم المعنوي والسياسي والمادي والإعلامي وفي جميع المجالات بإذن الله سبحانه وتعالى، وأيضا على مطالبتنا لشعبنا وأبناء شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية وفي الأراضي المحتلة عام 48، وكل القادرين على النفير العام باستمرار والاستمرار في الاعتكاف والاعتصام في داخل المسجد في هذين اليومين المتبقيين من شهر رمضان المبارك، حتى نفص على هذا العدو الذي يتربص بالمسجد الأقصى بإذن الله سبحانه وتعالى. وقد أثبتتم أنكم على قدر المسؤولية، كل خير. خيرا نطالب الحكام العربيين وكل المتبقيين هذا العدو أنه لا حجة لكم اليوم، اعتداءات الظالمة أبناء الشعبنا، اقطعوا علاقاتكم مع هذا العدو المتغطرس، افتحوا الحدود كما تستطيعون من أجل شعبنا الفلسطيني، من أجل مقدساتكم التي حثكم الله سبحانه وتعالى لنصرتها، من أجل هذه المقدسات المباركة. كونوا على يقين لكم إن ترك في هذه فينا
فستفوتكم سيفوتكم وستفوتكم هذه السفينة، وسيفوتكم الخير الكثير على العلماء أن يستمروا في هذا الطريق، الطريق الذي رسموه لشعوبهم وللشعب العربي، الشعب العربي والشعب المسلم. أسأل الله أن يبارك هذه الجهود وأن يجزيكم كل خير على هذه الجهود الطيبة الجبارة. أشكر الإخوة المنظمين لهذا اللقاء ولهذا الاحتفال المميز الذي يدعم إخواننا وأهلنا في باحات المسجد الأقصى، في بيت المقدس، في المرابطين هناك. أسأل الله أن يحفظهم وأن يبارك جهودهم وأن يجزيهم عنا كل خير، وأن يكونوا دوما حماة للمسجد الأقصى إلى أن يحرره الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن نصلي سويا وإياكم جميعا، كل العلماء والمجاهدين في باحات المسجد الأقصى، نصلي في المسجد الأقصى قريبا قبل أن يأتي رمضان المقبل بإذن الله سبحانه وتعالى، وما ذلك على الله بعزيز. أشكركم، تحياتي لكم، كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. نصر الله قادم شيخنا الفاضل، سنصلي كما قال كل العلماء، سنصلي في الأقصى بعون الله تبارك وتعالى. هذا دعاؤنا الذي رفع أمس ويرفع في كل يوم لله تبارك وتعالى. والناصر هو الله، والمثبت هو الله، والقوي هو الله. جزاكم الله خيرا. غدا عيدهم، عيد القدس بالعبري، وعيدنا في القدس بدأ بهذا الثبات في المدينة المقدسة. 30,000 يريدون اقتحام المسجد الأقصى المبارك. أهل القدس جاهزون، شباب القدس حاضرون، المعتكفون سيواجهونهم. لن يقوى الصهاينة على دخول المسجد الأقصى طالما هناك طفل مسلم يكبر في وجههم يقول لهم الله أكبر. لن يقوى الصهاينة على هذا بعون الله تعالى. من الأمة كلمة رئيس رابطة علماء الأزهر الشريف في الخارج من السويد، يحدثنا فضيلة الشيخ الداعية الدكتور أشرف غالي، فليتفضل على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الملك الحق المبين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمداً صلى الله عليه وسلم سيد المجاهدين. وبعد، إخواني وأساتذتي ومشايخي وعلمائي الكرام، بارك الله فيكم وتقبل الله عز وجل منا ومنكم جهادا تلو جهاد، ورباطا بعد رباط، ودعاء بعد دعاء. اسمحوا لي في عجالة أن أتوجه أولا إلى كل الأمة وعلى وجه الخصوص العلماء. كل العلماء أخذوا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من شهر رمضان. الناس يتحرون ليلة القدر، والناس يريدون أن ينعموا بالأجر العظيم في هذا الشهر الفضيل. كذلك كل الناس يعلم أن شهر رمضان فيه الفريضة تضاعف 70 فريضة، وكذلك الناس تعرف أن العبادة في المسجد الحرام، الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة فيما سواه، وأن الصلاة في المسجد الأقصى 500 صلاة فيما سواه. نعم، كلنا من صغير وكبير، من عالم وأقل علم، يعلم هذه الأحاديث. لكننا نقول: هل تعلمون يا أمة الإسلام ويا أيها المرابطون عند أسوار المسجد الأقصى المبارك أن هناك من هو أفضل من هؤلاء؟ ما هو أفضل من قيام ليلة القدر؟ ما هو أفضل من القيام في المسجد الحرام؟ ما هو أفضل من الصلاة في المسجد الأقصى؟ ما هو أعظم أجراً من سبعين فريضة في غير رمضان؟ اسمعوا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن حبان والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه. اسمعوا يا علماء الأمة، وأسمعوا الناس هذا الفضل العظيم. اسمعوا أيها المرابطون وأيتها المرابطات في بيت المقدس، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال:
كان الناس في رباط ففزعوا إلى الساحل، فنودي وقيل لا بأس لا بأس، يعني ليست هناك معركة ولن يكون هناك قتال، لا بأس لا بأس. فانصرف الناس وبقيت واقفا، أبو هريرة يقول وبقيت واقفا، فمر بي إنسان فقال يا أبا هريرة ما يوقفك؟ فقلت لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود، رباط ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. وأنتم يا أبطال القدس مرابطون في القدس بخمسمائة صلاة فيما سواه، ومرابطون بفضل أعظم من فضل القيام في المسجد الحرام فهي مضاعفة أكثر، وأنتم مرابطون في ليلة لعلها أن تكون ليلة القدر، ماذا نقول لكم أكثر من ذلك لتستشعروا فضل الله عليكم؟ والله 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 ما حسدنا أحدا كحسدنا إياكم، ما غبطنا أحدا كغبطتنا إياكم يا أبطال بيت المقدس، ما تمنينا في يوم أن نكون أن نأخذ موقع أحد وأن نكون مكانه إلا أن نكون مكانكم، وخصوصا في هذه الليلة المباركة. إن الله تعالى هو الذي أساقهم لكم لتحوذوا بهذا الفضل العظيم، إن الله تعالى هو الذي أرسل عليكم هذا العدو في هذه الليلة ليرفع درجاتكم، فاقبلوا من الله أعطيته، فحياكم الله يا أبطال بيت المقدس، واسمعوا إلى ضمير الأمة وهو يخاطبكم، إلى علماء الأمة وهم يهتفون فيكم ويدعموكم ويقفوا خلفكم، واعلموا أن علماء الأمة لن يخيبوا ولم يخيبوا ظن الأمة فيهم أبدا، وها هم علماء المسلمين خلفكم يدعموكم. هذا بالنسبة لكم يا أبطال القدس. أما إلى باقي المسلمين، فهل تعلمون أيضا أنك من الممكن أن تكون أفضل ممن يقوم ليلة القدر عند المسجد عند الحجر الأسود؟ نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام لعموم الأمة، لعموم الأمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. إذا كنتم في دعم المقدسيين وفي دعم من يدافعون فأنتم لن تقلوا أجرا عنهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة لأناسا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر، ونحن ممن حبسه العذر، ولكن ليس لأحد من أمة الإسلام عذر في أن يكون دعما لإخوانه وألا يخذلهم وألا يكون ممن يثبط وممن يفت في عضدهم. ثالثا إخواني، إن القدس ما نسيت ولن تنسى أبناءها، ليس أبناء القدس الذين يسكنون فيها، وإنما أبناء القدس الذي يستسكن القدس في قلوبهم. ما نسيت محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرج 11 جيشا باتجاه بيت المقدس لتحريرها، ما نسيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي مات و قبضت روحه وهو ينظر إلى أسامة بن زيد وهو يقول
لأبي بكر رضي الله عنه: الله الله في بعث أسامة، هذا الجيش الذي كان الهدف منه أن يتجه إلى بيت المقدس. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه الذي قيل له: اترك جيش أسامة ليكون في المدينة ليدافع عنك حينما جاءت حروب الردة، فقال: ما كان لي أن أفض لواء أقامه رسول الله ولو تخطفتني الطير. وكان بعث أسامة، وظلت الجيوش متوجهة إلى بيت المقدس، وما نسيت أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه، وما نسيت القدس عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وما نسيت القدس صلاح الدين الذي قال: كيف أبتسم والمسجد الأقصى أسير، وما نسيت العلماء الذين دفعوا أرواحهم ثمنا لهذه القضية، وما نسيت رئيسا ولا زعيما ولا قائدا، ما نسيت القدس ياسين، ولا نسيت القدس أبو عمار، وما نسيت القدس الرنتيسي، وما نسيت القدس الشهداء المتوالين. ولن تنسى القدس من قال: نفوسنا تتوق إلى بيت المقدس الذي دفع روحه من أجل القدس. إنما القدس تلفظ من خانها ومن باعها ومن خذلها. القدس لا يضرها من خذلها، ولن يضر المرابطين في المسجد الأقصى من خذلهم ولا من باعهم. إنما القدس إخواني ستبقى للأمة أمل، ستبقى للأمة أمل يدافع عنها. نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من أهل نصرة القدس. نسأل الله تعالى باسمه الأعظم أن يتقبل جهاد المجاهدين. اللهم إنا نسألك أن تستعملنا لنصرة القدس، وأن تقبض أرواحنا ونحن على هذا الطريق. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. سادة العلماء، أنا أعتمر هذه العمامة، عمامة الأزهر الشريف، وباسم الأزهر الشريف الأزهر الذي يحمل هموم الأمة. لا أقول من باع من أبناء الأزهر، وإنما أبناء الأزهر الأحرار. أقول لكم إخواني إن هناك الكثير من أبناء الأزهر من يدفعون الثمن، ثمن وقوفهم خلف قضية القدس، وما زالوا وسيظلوا يدفعوا، وهذا شرف لا نفتخر به، وإنما فضل من الله عز وجل علينا. أسأل الله أن يتم علينا وعليكم النعمة، وأن يتوفنا وهو راض عنا. بوركتم وجزاكم الله خيرا. وجزاكم الله خيرا، بارك الله بكم دكتور أشرف غالي على هذه الكلمة. ونتحول إلى معالي داتو الحاج أحمد مرزوق بن شعاري إلى ماليزيا. نعم، كلمة نائب وزير الشؤون الدينية في ماليزيا فضيلة الشيخ أو معالي الشيخ داتو الحاج أحمد مرزوق بن شعاري، فليتفضل على بركة الله. شكرا لفضيلة الشيخ علي المحترم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله بعبده أسرى، والصلاة والسلام على عبد الله المسرى، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. السادة العلماء الأجلاء والإخوة والأخوات الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك. قالوا: يا رسول الله، وأين هم؟ قال: ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس. فأنتم أيها المرابطون بالمسجد الأقصى والمرابطات وأهل بيت المقدس البواسل، قد ترجمتم هذا الحديث إلى أرض الواقع خير الترجمة، رغم اعتداءات متكررة بشكل مباشر وغير مباشر من قبل العدو الصهيوني والمتصهينين القدامى والجدود. فإن صمودكم الجبار يقهر الأعداء،
فأنتم خير مثال لحظ الدفاع الأول لمقدسات الأمة في أرض فلسطين. وعليه فإننا نقول لكم يا أهل القدس ويا أهل الرباط ويا أهل الصمود، فإن وعد الله لأمثالكم ثابت، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ونصر الله لكم قريب، ألا إن نصر الله قريب. فاصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وإن إخوانكم المسلمين في المحيط إلى الخليج معكم، ولن يتركوكم ولن يخذلوكم. وكذلك كل شرفاء العالم المناصرين لقضايا الحق العادلة. وفي هذه المناسبة أريد أن أؤكد على هذا المنبر الحر بأن ماليزيا وشعبها تقف معكم بالاستمرار، ولن نعترف أبدا بدولة إسرائيل الظالمة والكيان الغاصب لأرضكم، وندين بشدة ما فعله بكم هذا الكيان المغصوب عليهم قديما وحديثا، ونشجب بكل معاني الشجب والاستنكار اعتداءات لدولة الكيان على المسجد الأقصى والمصلين الأعزل، التي سقط بسببها عدد كبير من الجرحى في صفوف المرابطين. وأدعو منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية وكل المنظمات الدولية التي تمثل دول المسلمين إلى القيام بواجبها نحو هذه القضية وتفعيل دورها في الدفاع عن حقوق المظلومين وكبح جماح دولة الكيان الظالم بكل ما أوتي لها من قوة. كما أدعو إخواني المسلمين في العالم كله شرقه وغربه إلى التضامن مع إخوانهم المرابطين في الأقصى وأكناف بيت المقدس بكل السبل الممكنة، والاجتهاد في هذه العشر الأواخر من رمضان بالدعاء لهم بأن ينصرهم الله على أعدائهم، كما أدعوهم إلى القيام بالجهاد المالي من خلال توصيل المساعدات المالية إلى إخوانهم المرابطين. هكذا، وأشكر المنظمين هذا الحراك في مقدمتهم الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وهيئة علماء فلسطين على إتاحتهم للمشاركة بكلمة في هذه الندوة المباركة. وأخيرا أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لماليزيا، شكرا لأندونيسيا، شكرا لكل العالم الإسلامي الذي يقف إلى جانب الحق في أرض فلسطين. كلمة الشيخ فاضل سار، كلمة رئيس التحالف الوطني لدعم فلسطين والقدس السنغال، تقف مع فلسطين، تقف وقفة الرجال مع أهلنا في بيت المقدس. الشيخ فاضل سار رئيس مجلس شورى التجمع الإسلامي في السنغال، تفضل على بركة الله. وأذكر إخواني المشايخ، عذرا شيخنا العزيز، كنت يجب أن أذكر من البدايات بالوقت لأن الوقت يداهمنا، فرسائلكم إلى أهلنا في بيت المقدس والعالم الإسلامي. تفضل شيخنا الكريم. السلام عليكم ورحمة الله. من غرب أفريقيا أرض السنغال أبلغكم تحيات أهل السنغال، وعلى رأسهم الشيخ مختار كبه رئيس التجمع الإسلامي في السنغال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الأبرار وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المرابطون والعاكفون في أرض الأقصى المباركة وفي بيت المقدس المحرم في هذه الأيام المباركة من شهر رمضان الفضيل، أيها المرابطون أعانكم الله، لقد نبتم نيابة مشرفة عن جميع الأمة المسلمة
من مشارق الأرض ومغاربها برباطكم واعتكافكم في المسجد الأقصى وفي بيت المقدس للدفاع عن أولى القبلتين وثاني مسجد وضع في الأرض بعد المسجد الحرام. أيها المرابطون والعاكفون، إن الدفاع عن المسجد الأقصى لشرف عظيم، لأنه دفاع عن رمز من الرموز الإسلامية العظيمة، كما أن هذه الأراضي من الهويات الحضارية للأمة المسلمة، ذلك أنها مسرى نبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها عرج إلى السماوات العلى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وعلي يجب على الأمة المسلمة أن تحمي هذه الأراضي المقدسة وأن تحافظ عليها وأن تكون صدا منيعا لها أمام الأيادي اليهودية التي تريد أن تلطخها في هذه الأيام باستنفار متطرفيها لاقتحام الأقصى المبارك. أيها المرابطون والعاكفون، اعلموا أن الأمة المسلمة من مشارق الأرض ومغاربها وراءكم بالابتهال إلى الله للنصر المعزز لكم، وهو أقل ما يمكن أن يفعله إخوانكم تجاهكم لبعدهم عن ساحة الوغى، وأنتم شرفتم بالمجاورة ولم تغيبوا الآمال، فرابطتم واعتكفتم في بيت المقدس وداخل المسجد الأقصى للدفاع عن ثغر من ثغور الإسلام، فنعم الأقصى ونعم ساكن الأقصى أهل القدس الشريف المرابطون. أيها المرابطون والعاكفون، اصبروا وصابروا، فإن النصر آت لا محالة مهما تكالبت عليكم الأمم، وإن النصر آت لا محالة رغم أن شرذمة اليهودية وراءها الاستكبار العالمي، لأن الكفر ملة واحدة. وأذكر هنا أن زرع إسرائيل في أرض فلسطين المسلمة معركة ذات أبعاد حضارية وهوياتية، لذلك التف حولها القوى الكبرى المناهضة للإسلام وتدججها بالعتاد والاستراتيجيات. وعليه فلا بد للأمة المسلمة أن تعي رسالتها وأن تقف صفا واحدا للنهوض برسالتها واسترداد حقوقها، ومن أولويات هذه الرسالة تحرير فلسطين المسلمة من براثن الصهاينة الماكرين. فهنيئا للمرابطين والعاكفين في بيت المقدس المبارك الذين شرفوا إخوانهم المسلمين في العالم أجمع بالنيابة عنهم في مواجهة العدو بالرباط والاعتكاف في هذه الأيام من العشر الأواخر من شهر رمضان الفضيل. فهنيئا لكم بنصر القريب إن شاء الله تعالى، ولا ينصرن الله من ينصر، إن الله لقوي عزيز. اللهم انصر عبادك المرابطين في بيت المقدس المبارك، اللهم انصر عبادك العاكفين في المسجد الأقصى المبارك، اللهم لم شملهم، اللهم قوي شوكتهم، اللهم انصرهم نصرا معززا على أعدائك أعداء المسلمين اليهود الماكرين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا شيخنا الفاضل شيخ فاضل صار على هذه الكلمة والدعاء والموقف. نتحول إلى المغرب العربي. المغرب العربي مع فلسطين ومع القدس، ليبيا، الجزائر، تونس، المغرب. نتحول بفضل الله تبارك وتعالى مع الداعية البرلماني الجزائري سعادة النائب يوسف عجيسة، فليتفضل على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سادتي ومشايخي العلماء العاملين الأحرار في كل أصقاع الأرض، تحية من عند الله مباركة طيبة، شاكرا للمنظمين هذه الدورة وهذا الملتقى العالمي، نصرة للقضية الأولى، للقضية المركزية، للقضية المحورية، لقضية الأمة ألا وهي القضية الفلسطينية. تحية لكم جميعا أيها العلماء، تحية لكم أيها المشاهدون والمتابعون من أرض الأحرار، من أرض الثوار، من أرض المجاهدين، من أرض الشهداء،
من أرض الجزائر التي قاد علماؤها هذه الثورة ضد الاحتلال الفرنسي الذي جثم على أرضنا وجثم على مقدساتنا أكثر من 130 سنة، ظن أن الكبار يموتون وأن الصغار ينسون وأنه سوف يظل في هذه الأرض المباركة، لكن خاب ظنه وخاب طموحه وخرج دليلا مهانا من أرض الجزائر، ونالت الجزائر استقلالها ونالت حريتها. علماء الجزائر أيها العلماء الأفاضل هم الذين علمونا أن القضية أو أن قضية فلسطين هي جزء من عقيدتنا. علماء الجزائر وعلى رأسهم الشيخ البشير الإبراهيمي هو الذي علمنا أن قضية فلسطين هي أم القضايا، حينما بدأ وخرج في تلك الرحلة يجمع الدعم والمساندة لأرض فلسطين، أرض الرباط والجهاد. علماؤنا والبشير الإبراهيمي هو الذي قال لنا وعلم أبناء الجزائر وعلماء الجزائر وشباب الجزائر، قال إن فلسطين ذمة محمد لنا وأمانة عمر في أعناقنا وعهدة الإسلام إلينا، فإن أخذها منا اليهود ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. نعم، ما تشهده القضية الفلسطينية اليوم وما يشهده المسجد الأقصى المبارك اليوم على مرأى ومسمع من العالم، هذا يبين ما قاله الله سبحانه عز وجل: ويسوء وجوهكم. هذا هو الوجه الحقيقي لهذا الاحتلال، هذا الوجه الحقيقي لهذا الكيان الذي لم يرقب في السجد والركع الذين كانوا ساجدين وراكعين يدعون ربهم في أمن وأمان. ساءت وجوههم حينما دنسوا المسجد الأقصى، ساءت وجوههم حينما اعتدوا على هؤلاء المصلين والمرابطين والمعتكفين يريدون فضل الله عز وجل في أمن وأمان. هذا هو الوجه السيء، هذا هو الوجه الذي يجب أن يعلم وأن يعرف وأن يعلمه العالم كله. هؤلاء هم الصهاينة، هؤلاء هم المحتلون الذين اعتدوا على المرأة وعلى الرجل وعلى الشيخ وعلى المصلي وعلى الشباب. هذه رسالة أولى: ليسوء وجوهكم. وهذه بداية النصر، بداية النصر تبدأ من إساءة الوجوه، فأصبح هذا الكيان ثقلا وعبئا ثقيلا على العالم كله، حتى على الداعمين له من الغرب ومن أمريكا وغيرها. رسالة ثانية لهؤلاء المرابطون الذين أثبتوا ورفعوا شعاراته في المسجد الأقصى المبارك. كل من كان يظن أن المقدسيين وأن الفلسطينيين قد باعوا قضيتهم، ها هم اليوم يرفعون شعارات تنادي المقاومة أن تتدخل، ويرفعون شعارات يبينون فيها الخط والرؤية والطريق الواضح الذي من خلاله سوف يسترجعون المقدسات ويسترجعون الأرض ويسترجعون قيمهم ويسترجعون حريتهم. إنهم يدعون للمقاومة ويدعون للفصائل المقاومة أن تتدخل وأن تنصرهم وأن تؤيدهم. كذلك دعوة للعالم كله: أنتم ترون هؤلاء الذين أعطوا دماءهم وأعطوا مهجهم وأعطوا أرواحهم وأصيبوا من أجل وهم يدودون عن المسجد الأقصى، حياض الأمة ومقدس الأمة، هم الذين رابطوا واعتكفوا وصاموا وتسحروا في المسجد الأقصى، وما تركوه حفاظاً على المسجد الأقصى، رباطاً في المسجد الأقصى، حتى لا يستطيع قطعان اليهود أن يقتحموه غداً كما يخططون لذلك، بدعم من الكيان وبدعم من جيش الاحتلال وبدعم من شرطة الاحتلال. هؤلاء جميعا كان واجبا على الأمة نصرهم ودعمهم وبدل كل ما نستطيع من أجلهم. وجب على الأمة أن نكون كما استفتت جويرية بنت الحارث رضي الله عنها، قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: افتنا في المسجد الأقصى يا رسول الله. قال: ايتوه فصلوا فيه. إن كنا اليوم لا نستطيع أن نصلي في هذا المسجد، فإن النبي أعطانا دعما آخر وعملا آخر نقوم به. فقالت له: فكيف إن لم نستطيع أن نصلي فيه؟ قال: ابعثوا إليه بزيت يسرج في قناديله. تحية للمرابطين، وهم يضيئون أنوار المسجد الأقصى، وهم يدافعون عن المسجد الأقصى، وهم يشعلون أنواره. وجب على هذه الأمة أن ترسل بهذا الزيت وأن ترسل بهذا الدعم إعلاميا ماديا ماليا تثبيتا للمقدسيين في بيوتهم، الذين
تعطى لهم الأموال الطائلة من أجل بيعها ومن أجل تركها، ولكنهم ثابتون في هذه البيوت من أجل أن يردوا تهويد البيوت وتهويد البلدة القديمة وتهويد المسجد الأقصى المبارك. فتحية للمرابطين، وتحية للمحاصرين في غزة، وتحية للمقاومة التي تقدم تهديداتها مقتضبة، ولكنها تجعل هذا الكيان يفكر ألف مرة قبل أن يقتحم وقبل أن يتسبب في خسائر وفي جرائم أكثر من ذلك. فتحية لهم جميعا، نقول لهم إنا معكم، نعم نحن بالدعاء معكم، والدعاء سهام الله عز وجل التي تصيب، ونحن معكم بأموالنا وبدموعنا وبأموالنا، والجزائر كما كانت وسوف تظل مع فلسطين ظالمة أو مظلومة، لا تطبع مع الكيان الصهيوني، بل وتدعو الأمة جميعا وشعوب الأمة جميعا أن تنتفض على هذه الأنظمة الخانعة، هذه الأنظمة المطبعة، هذه الأنظمة التي باعت القضية والتي طبعت مع الكيان الصهيوني والتي جعلت الأمة تخنع وتخضع. نقول لهم إن في بيت المقدس طائفة نصرها الله عز وجل، لا يضرها من خذلها ولا من خلفها. أين هم يا رسول الله؟ في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس. آواكم الله، أيدكم الله، نصركم الله، والأمة كلها خلفكم ومعكم بإذنه سبحانه. شكرا، شكرا لسعادة النائب يوسف عجيسة في البرلمان الجزائري. ولكم في الجزائر يا أهل الجزائر، لكم قطعة في أرض فلسطين، أجدادكم المحررون الذين دخلوا مع صلاح الدين ينادون عليكم، الأقصى في خطر. بارك الله بكم وجزاكم الله خيرا. قد أقام علينا أهلنا في المسجد الأقصى وفي مدينة القدس الحجة بما بذلوا من أرواحهم ودمائهم وأنفسهم في الدفاع عن مقدساتنا المشتركة وعن مسجدنا الذي لا يمكن أن يسلمه أحد منا ولا أن يخذله. هي قضية عقيدة الإسلام التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله، وهي الرباط الذي يجمع هذه الأمة كلها، عربها وعجمها وشرقها وغربها وجنوبها وشمالها، هو الحق الواجب على ولاتها وعلى رعاياها. تقع المسؤولية الكبرى أولا على أعناق من ولاهم الله أمر المسلمين من الحكام جميعا، فلا بد أن يعلموا أن هذه المسؤولية بما يحاسبون عليه غدا بين يدي الله. ولذلك لا بد أن تتحرك شعوبنا الإسلامية التي تجد مجالا للحركة، وأن تري الله من أنفسها خيرا، وأن تظهر احتجاجاتها السلمية بما تستطيع، وأن تضغط لتحرير أقصاها وإزالة هذا العدوان ورد هذه المؤامرة. شكرا لكم، بارك الله بكم. الأمة كلها مع القدس، مع كلمة الشيخ محمد طيب ألجي من تركيا، رئيس لجنة القدس في اتحاد علماء المسلمين بتركيا. فليتفضل الشيخ محمد طيب مع التذكير بالوقت للمشايخ جميعا. نعم شيخنا، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسولنا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا علماء الأمة ويا إخواننا المجاهدين والمرابطين والمرابطات نيابة عن الأمة جميعا. وبعد، فليعلم كل أحد من الأصدقاء والأعداء بأن حكومة تركيا وشعب تركيا بعربها وعجمها بأتراتها أحفاد نور الدين زنجي وأترادها أحفاد صلاح الدين الأيوبي واقفون وسيقفون دائما مع إخوانهم الفلسطينيين المجاهدين المرابطين حماة المسجد الأقصى ضد الصهاينة المحتلين إلى أن يتحرر المسجد الأقصى من براثن الغاصبين. وأدعو أبناء الأمة جميعا أن يصطفوا مع إخوانهم المجاهدين وأن يدعموهم بكل ما في وسعهم، وأن يجعلوا قضية المسجد الأقصى وسيلة وخطوة لاتحادهم فيما بينهم وجمع كلمتهم
وتساندهم وتعاونهم ضد عدوهم الغاصب، عملا بأمر الله تعالى، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، علما بأنه لن يمكن الظفر عليهم إلا بعد اتحاد الأمة فيما بينهم، مذكرا بأن صلاح الدين الأيوبي فاتح القدس الشريف جمع كلمة المسلمين أولا، ثم حارب الصليبيين فغلبهم بعون الله تعالى وحرر الأراضي المقدسة من المحتلين. وأذكر أبناء الأمة عامة وحكومات البلاد الإسلامية خاصة بأن الكفر ملة واحدة، فإنهم لم يحبوا ولم يرضوا عن المسلمين في التاريخ الماضي، ولن يحبوا ولن يرضوا عنهم أبدا في أي من الزمن المستقبل، مستدلا بقوله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فلذلك فمن جهة نهانا الله تعالى أن نحب الكافرين، وحذرنا من أن نواليهم، وعلمنا بأنهم لن يحبونا ولو أحببناهم في آيات عديدة، منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. ومنها قوله تعالى في آية أخرى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. ومنها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ومنها قوله تعالى: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. ومن جهة أخرى أيها الأحباب أيها العلماء أيها الأمة، أمرنا الله تعالى نحن معاشر المؤمنين بتأسيس الولاء والمودة والتساند فيما بيننا بقوله تبارك وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وكذا في آية أخرى: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. فإذا كان الأمر كذلك فيا معشر أمة محمد يا معشر المسلمين علينا أن نستيقن يقينا بلا شك ولا ريب بأن الحل الوحيد لقضيتنا قضية الأمة أعني قضية المسجد الأقصى وفلسطين هو أن يتبرأ المسلمون حكومات وشعوب من مودة العدو وموالاة الكافرين، وأن يتولوا الله ورسوله والمؤمنين، وأن يجمعوا كلمتهم كي يظفروا بنصرة الله ومعونته فإن العزة لله جميعا. ونؤمن يقينا بأن الله تعالى سينصر إخواننا المرابطين الصابرين المرابطات الصابرات الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ونؤمن يقينا بأن الله تعالى سيرينا تحرير المسجد الأقصى مصداقا لقوله: والله متم نوره ولو كره الكافرون. وأخيرا
أود أن أنادي إخواننا المرابطين المجاهدين والمرابطات المجاهدات قائلا: أيها المجاهدون، أيها المرابطون، أيها المرابطات في أهم ثغر الأمة ضد العدو الظالم، أيقنوا بأن مثلكم مثل الخمسين الرماة الذين عينهم رسول الله عليه الصلاة والسلام في حرب الأحد لأن يقفوا على الجبل الذي سمي فيما بعد بجبل الرمات، وأمرهم بأن يقفوا في مكانهم ولا ينزلوا عن الجبل سواء أظفر المؤمنون أو انهزموا، فخالفوا أمر الرسول فنزلوا وتركوا الجبل وكان سبباً لإنهزام المسلمين. فأنتم الخمسون الرماة في رحاب المسجد الأقصى فلا تخالفوا أمر الرسول ولا تتركوا مكانكم ولا تنزلوا عن جبلكم كنف المسجد الأقصى كي لا ينهزم الأمة المحمدية جميعاً مرة أخرى. فأنتم أيها المجاهدون، أيها المرابطون، فأنتم وحدكم أملنا معاشر المسلمين، فلا تهينوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، والله معكم ولن يتركم أعمالكم، ولا تهينوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين. وجزاكم الله خيراً، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم شيخنا الفاضل، شكرا لأحفاد صلاح الدين ونور الدين وعماد الدين وأبناء السلاطين، وشكرا لأحفاد عبد الحميد الثاني، شكرا لكم يا أهل المواقف في تركيا. ننتقل إلى دكتور عمر عابدين خالد سيف الله الرحماني إلى الهند. ننتقل إلى عضو مجمع الفقه الإسلامي في الهند، فليتفضل الدكتور عمر عابدين على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد. أصحاب الفضيلة والسماحة ويا قادة الأمة وقدوتها وسعادتها، يشرفني ويسعدني المشاركة في هذه الجلسة المباركة والحضور في هذه الحفلة الربانية الإيمانية وإلقاء الكلمة في محضر المجاهدين والمرابطين من أبناء فلسطين ومحبيه، فأشكركم على إتاحة هذه الفرصة، ونحاول أن ننقل مشاعرنا وخواطرنا تجاه هذه القضية الإسلامية الكبرى، وأن نعبر عن أحاسيسنا إلى الشعب الفلسطيني الغيور الفخور على بعد الدار وحلولة البحار. أيها العلماء والأفاضل، العلماء النبلاء، مما لا شك فيه ولا ريب أن هذه الأوضاع قاسية ومؤلمة للغاية، وهذه الظروف حرجة وعصبة وهالكة، فلا يخفى على أبناء أمتنا الإسلامية الكبرى ما يعانيه المسلمون في فلسطين المحتلة من ظلم وبطش وتنكيل وتعذيب وحرمان من أدنى الحقوق المشروعة الإنسانية العادلة، واتباع سياسة التمييز العنصري من المنظمات الحقوقية العالمية. ولكن الإخوة الفلسطين فهم صامدون وصابرون ومرابطون ومثابرون، ونؤمن ونأمل أنهم مأجورون بإذن الله وناجحون. أيها الإخوة، إنما يحدث للأقصى في هذا الوقت هي كارثة كبرى لا يجوز لأمة العرب وأمة الإسلام أن تسكت عليها، وفرض على هذه الأمة في مشارق الأرض ومغاربها وفي كل مصر وقطر وفي كل مدينة وقرية أن تترك القضايا الصغرى والخلافات الجانبية وأن تهتم بقضية الإسلام الأولى، ألا وهي قضية فلسطين، وأن تهتم من قضية فلسطين بقضيتها الكبرى وهي قضية القدس. ونحن نعتقد ونؤمن أن هذه معركة أمة وهوية ومعركة كرامة وعزة ومعركة شعائر إسلامية،
وهي تتطلب من الأمة كلها في مشارق الأرض ومغاربها أن تجمع جهودها وأن توحد كلمتها وأن تنظم وتضخم جهودها لدعم قضية الأقصى والفلسطين ولتحقيق هويته وكرامته. ونحن نعتقد ونؤمن أن هذا من أوجب الواجبات ومن أهم المسؤوليات على الأمة. وفي نفس الوقت نحن ننادي الخونة في صفوف الأمة والعملاء لمصالح الأعداء وصهاينة العرب ودعاة التتبيع أن يتخلوا عن مصالحهم الشخصية الحقيرة وعن مصالحهم السياسية الخسيسة، ونطالب منهم الوقوف مع قضية فلسطين، فإنه موقف مجد وكرامة وموقف الأمة الإسلامية بأجمعها وبأسرها. وننقل رسالة الحب والأخوة ورسالة التعزير والتقدير والتشجيع إلى الشباب والفتيات والأمهات والبنات المرابطين والمرابطات والمجاهدين والمجاهدات في ساحات المسجد الأقصى. وفي نفس الوقت نحن كمسلم هندي وكشعب مسلم الهندي نتعهد بدعم والتقديم بكل ما وسعنا لدعم هذه القضية ولتحقيق أهدافنا السامية. وفي نهاية المطاف اسمح لي أيها العلماء بكل وضوح وبروز وصراحة أن الحل الوحيد لقضية فلسطين أن يبرز صلاح الدين على مسرح القضية الفلسطينية وعلى مسرح الجهاد الإسلامي. وهؤلاء الشباب والفتيات هم خير ورثة صلاح الدين في هذا العصر. أيها الإخوة والأفاضل، نحن في هذه القضية نحاول ونتمنى أن ندعم هذه القضية. وفي الحقيقة أنا أقول علينا أن ننتقل من 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 هذه المرحلة إلى المرحلة الثانية، وأن نقوم وأن ندعى الأمة الإسلامية بأكملها إلى دعم هذه القضية بما هو يستطيع، بدعم مالي أو صحفي أو أخلاقي وبجميع أنواع الدعم والمساعدة والمساهمة في خير مشروع هذه الأمة. وأشكركم على إتاحة هذه الفرصة والاستماع إلى هذه الكلمة الوجيزة، وفي الأخير أيضا أتأهد بكل ما أستطيع أن أدعم هذه القضية الإسلامية بإذن الله تبارك وتعالى. ولكم جزيل الشكر والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا للدكتور عمر عابدين عضو مجمع الفقه الإسلامي في الهند على هذه الكلمة التي تبين العمق الاستراتيجي لأهلنا في المدينة المقدسة، وأهل فلسطين والقدس ينتظرونكم يا شيخنا الفاضل. أيها العدد الكبير، أكبر عدد للمسلمين مع أندونيسيا في الهند وفي أندونيسيا، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلكم ردءاً لأهل فلسطين. نتحول إلى أرض الرافدين، إلى العراق، إلى كلمة الدكتور مثنى حارث الضاري رئيس القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق، يحدثنا من قلب الحدث إلى أهلنا في الأرض المقدسة المباركة. ومواقف هيئة علماء المسلمين في العراق مواقف مشرفة، مواقف ثابتة مع القدس، مع فلسطين. تفضل دكتورنا الحبيب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، السلام عليكم أيها الإخوة ورحمة الله وبركاته. يطيب لي في البدء أن أحيي جميع الإخوة الذين أعدوا هذا اللقاء المبارك ونظموه وجعلونا نتواصل مع أهل القدس وجها لوجه. وتحيتي أيضاً لإخواني ومشايخ العلماء الذين قاموا بواجبهم، أدوا ما عليهم، واستمعنا منهم عبر الكلمات التي تقدمت كثيراً من المعاني الكريمة والدعوات الخالصة والتوجيهات والنصائح التي نسعى إن شاء الله أن تكون محل عمل من أجل أن نقوم بواجبنا تجاه فلسطين والقدس والمرابطين في
في القدس. أما التحية الكبيرة فهي لأهل فلسطين، لأهل القدس، للمرابطين المصابرين في هذا الشهر المبارك، في هذه الأيام الفضيلة، في هذا الجهاد المتواصل منذ سنوات طويلة وقد تكلل بالصمود المبارك في شهر رمضان المبارك. تحية لكم أيها الإخوة المرابطون في القدس، رجالا ونساء، شيبا وشبانا، وإلى جميع من آزركم وعاونكم من أهل فلسطين. وأقول لكم أنا أتوجه إليكم بتحية خالصة، بتحية تضامن وصمود معكم من العراق جميعا. أتكلم الآن باسم العراق من شماله إلى جنوبه، باسم علماء العراق جميعا. كلكم يعلم العلاقة الرابطة بين فلسطين والعراق، وكلكم يعلم ماذا يضمر أهل العراق من حب ودعم ورباط ومساندة لإخوانهم في فلسطين. بهذه المعاني العظيمة والكبيرة أوجه التحية لكم وأقول لكم لقد رفعتم رؤوس الأمة عاليا، لقد أديتم ما عليكم حقا تجاه فلسطين والقدس، لقد نبتم عن الأمة جميعا في جهادكم ورباطكم. وأقول لكم أيضا لقد حققتم في هذا الرباط، في هذا الجهاد، في هذا الصبر، في هذه المصابرة، في هذا التحمل الكبير والعظيم، ثلاثة رسائل أو ثلاثة وصايا من الوصايا التي أوصانا بها علماء الأمة، من علمائنا ومشايخنا ومفكرينا ودعاتنا الذين بذلوا أوقاتهم وأموالهم ودماءهم من أجل فلسطين. لقد حققتم الوصية الأولى، وهي وصية الشيخ أمجد الزهاوي علامة العراق رحمه الله، التي أوصى بها رفاقه في رحلتهم الطويلة التي دامت 8 أشهر تقريبا في الخمسينات بعد مؤتمر القدس عام 53، للدعوة إلى نصرة القضية الفلسطينية والتعريف بقضية فلسطين وجمع ما يمكن من الجهود المادية والمعنوية لنصرة فلسطين والقدس. قال لإخوانه رفاق رحلته الشيخ الإبراهيمي من الجزائر، من الجزائر، والشيخ الورتلاني من الجزائر أيضا، والشيخ علي الطنطاوي من سوريا، والشيخ محمد محمود الصوار من العراق رحمهم الله جميعا، قال لهم عرفوا بالقضية فقط، اذكروا ماذا يعاني أهل فلسطين في فلسطين، تحدثوا لهم عن القدس وعن الأقصى، لا تتحدثوا لهم عن الأموال، ادخلوا قلوبهم، ادخلوا عقولهم، اجعلوهم يثقون بكم، اجعلوهم يحسون بأنهم إذا مدوا أيديهم إليكم سيمدون هذه الأيدي إلى فلسطين والقدس، حين ذاك سيأتي جهادهم وستأتي أموالهم حتى وإن لم نطالبهم بها. لقد حققتم يا أهل القدس في رباطكم ما أوصى به الشيخ أمجد الزهاوي، وها هي الأمة تمد لكم الأيدي ماديا ومعنويا من أجل دعم صمودكم. ولقد حققتم الوصية الثانية، بل حققتم المبدأ الثاني الذي يقول بأن القدس هي محور الصراع. لقد أثبتتم هذا واقعا، أثبتتم هذا على الأرض بصبركم وصمودكم، وما دامت القدس هي محور الصراع فإن القضية الفلسطينية هي الآن على الطريق الصحيح، فعلينا أن نكمل جميعا المشوار وأن ندعمكم في أن تبقى القدس هي محور الصراع، كما قال كثير من علمائنا مفكرين الذين رصدوا الحالة ووصلوا إلى هذه النتيجة من عقود طويلة، ولكن للأسف شرقنا وغربنا وشرقت الأنظمة وغربت، ولكن الحق أحق بأن يتبع، القدس هي محور الصراع. والوصية الثالثة والأخيرة وأختم بها، أثبتتم بصمودكم أن إرادة القتال هي العامل الأساس والرئيس في حسم المعركة مع يهود، مع صهيون. تذكرون جميعا محمود خطاب رحمه الله، اللواء المجاهد الذي جهد على أرض فلسطين عام 1948، بعد حرب 67 وبعد أن ذهبت القدس الشرقية من أيدينا، قال وصلت إلى قناعة بأن كل القوى المادية والمعنوية لن تعيد فلسطين والقدس إلا إذا أبقينا جدوة مشتعلة في قلوب المسلمين جميعا، وهي إرادة القتال. فمتى ما كانت إرادة القتال مستمرة في قلوبنا وعقولنا فنحن أقول أيضا على الطريق الصحيح لتحرير فلسطين جميعا والقدس
والمسجد الأقصى. فإرادة القتال تتمثل فيكم يا أبناء القدس، هي إرادة الصبر والمصابرة والجهاد في هذا الشهر الفضيل. فبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وأعدتم لنا الأمل في أن هذه القضية ستبقى هي المحور الذي يحرك الأمة. أقول كلماتي هذه وأختم بها، وأشكر الإخوة جميعا الذين شاركوا في هذا المؤتمر في هذا اللقاء، وأقول لهم بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وأختم بالسلام على إخوتنا في فلسطين وفي القدس، وأقول قواكم الله، أعزكم الله، نصركم الله، أيدكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا شيخنا الفاضل دكتور مثنى حارث الضاري على هذه الكلمة. شكرا للعراق والمواقف العراقية، مواقف المؤمنين الصادقين في العراق. شكرا أيضا للعلامة الكبير الشيخ أمجد الزهاوي رحمه الله تبارك وتعالى، الذي أيقظ هذه الشعلة في العراق، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المداد مستمرا إلى أن نحرر الأقصى معا. هناك تأكيد أيها المسلمون، يا أمة الإسلام، ما يسمى بجماعات المعبد المتطرفة تعلن وتؤكد اقتحامها غدا للمسجد الأقصى المبارك. 30,000 كما يقولون سيدخلون المسجد الأقصى ليدنسوا المسجد الأقصى، وأهلنا في فلسطين الزحوف والسيول ستزحف إلى المسجد الأقصى المبارك. غدا يوم المواجهة، غدا يوم الصراع، غدا أروا الله من أنفسكم خيرا يا أهل القدس، يا أهل فلسطين، يا رأس الحرب، أمتكم معكم والله معكم، ولن يغلبكم هؤلاء الصهاينة بعون الله تبارك وتعالى. نبقى مع كلمة المغرب، نبقى مع كلمة الدكتورة نزيها معاريج، الأمين العام المساعد لرئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في المغرب. تفضلي دكتورة نزيها. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرض، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. تحية إجلال وإكبار لإخواننا المرابطين في أرض فلسطين وبيت المقدس وأكناف بيت المقدس. تحية إجلال وإكبار للمرأة الفلسطينية، للمرابطة المجاهدة، أم المرابطين وزوج المرابطين وأخت المرابطين. أما بعد، أحبتي الكرام، لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معشر الأنبياء لا نورث، وما تركناه صدقة. إذن فتركة الأنبياء صلوات الله عليهم من متاع الدنيا الزائل صدقة عارضة نسد بها حاجة الفقير والمسكين في زمن محدد ومكان معين. ولما كانت الحكمة من إرسال الرسل الكرام هي الهداية والإرشاد، حيث قال تعالى: رسلاً مبشرين ومنذرين، فقد كان لزاماً وجود فئة من أتباع هؤلاء الرسل، الفئة الصادقة المخلصة، تمتد فيهم هذه التركة، وظيفة تسليم الأمانة، تركة ليتسلمها العلماء بخاصة، وذلك من أجل البيان حتى وتجنب عدم الكتمان. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فواجب البيان وعدم كتمان الحق هو من الميثاق الغليظ والعهد المؤكد الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على العلماء. فنقول لإخواننا المرابطين في بيت المقدس: إنما تعرفه أرض فلسطين بعامة والمسجد الأقصى بخاصة هي معركة بين الحق والباطل، هو صراع بين الظلم والعدل، بين الفساد والإصلاح. وقد أجمع النقل الحكيم والعقل السليم على أن العقبة في مثل هذه المواقف إنما تكون للمتقين، للحق وليس للباطل. قال تعالى: إن الباطل كان زهوقا. وقال أيضا: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال عز من قائل:
إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وفي الحديث القدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فنصرة المظلوم أيها الأحبة أيها المرابطون وإعادة الحق إلى أهله سنة لا تتخلف. وحال مسجدنا الأقصى هو امتحان، والعاقبة للمرابطين، والقصاص من الأعداء المغتصبين قريب إن شاء الله، وما ذلك على الله بعزيز. فقد هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وليس معه سوى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وعاد إليها بعد 8 سنين فاتحاً ومن حوله الآلاف من الأصحاب. فالثبات على الحق هو شعبة من شعب النصر المشهود الذي لا ينازع فيه أحد، فهو سنة، وهو سنة في القديم والحديث، وهو وعد من الذي لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى. وعد الله لا يخلف الله الميعاد. أحبتنا المرابطين في بيت المقدس، إنما يقع اليوم بأرضنا بفلسطين وبمسجدنا الأقصى وما تعرفه القضية من الخذلان والخيانة من المجرفين في الأمة رغم شدة وقوعه على نفوسنا، فهو من دلائل النبوة. بحسب رواية الإمام أحمد عن أبي أمامة في الحديث الذي ردده أكثر واحد من الشيوخ الكرام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك. قالوا: يا رسول الله، وأين هم؟ قال: ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس. وقال ابن بطال: إنها تكون ببيت المقدس. فنقول لأحبتنا المرابطين ببيت المقدس: هنيئاً لكم هذه التشريفات، هذه الأوسمة، الظهور على الحق وقهر عدو الإنسانية جمعاء، وليس عدو المسلمين فقط. لا يضركم من خذلكم، وما أكثرهم في هذا الزمن. فقد قدر لكم أو قدر لكم شرف الدفاع عن حماية الأمة وعزتها والذود عن معاقلها. قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه الطبراني: لا تزال عصابة. فأنتم العصابة التي حول بيت المقدس، بل حول شرف الأمة وحول مقدساتها بعامة. أحبتي الكرام، أخيراً أؤكد أن إخوانكم في المغرب، أن الأحرار ببلد المغرب لا زالوا على العهد، وأن موعدهم في حارتهم إن شاء الله، والخزي والعار للمطبعين المهرولين المتهافتين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا للدكتورة نزيهة معاريج، شكرا لأهل المغرب، شكرا للمرأة المسلمة، شكرا للمرأة الحرة في هذا العالم التي تقف إلى جانب أهلنا في بيت المقدس. المرأة هي المرابطة في هذا الكون وهذا الوجود، وهي في بيت المقدس تقف جنبا إلى جنب مع الرجال في بيت المقدس، بل إن النساء يهجمن على العدو الصهيوني. جزاكم الله خيرا، مصنع الرجال. نتحول الآن إلى بريطانيا، إلى كلمة الأستاذ إسماعيل باتيل، نتحول إليه ولكن باللغة الإنجليزية. Because of that, I would like to introduce the President Friends of the Al-Aqsa Association, our dear brother Ismail Patel from the United Kingdom. You can start. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد ونصلي على رسول الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. Jazakallah Khan for inviting me to this very important meeting and to my honored guests and imams on the platform. I apologize for speaking in English. My Arabic is not very good. But immediately after what we heard, what happened on Friday night in Al-Quds, we in Britain tried to get together with many organizations and try and bring a front to try and see how we can counter the narrative of what was happening in Jerusalem.
from Britain, who a government that is very friendly to Israel, we have to work on a different paradigm. But however, I can say that the British public is wholeheartedly with the Palestinian people, and how we can change that dynamic was very important to us. So we did several things. The first is we started a campaign against the media to make sure that they cover the story of what was happening in Palestine. And alhamdulillah, we managed to get many mainstream media, particularly The Guardian, The Independent, and the BBC to cover it. But then we realized some of the headings that they were using to cover this story was one of clash, to say that as if the Palestinians and the Israelis were each other fighting. So we had to fight against that. And a new campaign started immediately to make sure that they change their headlines. And alhamdulillah, the Guardian newspaper changed its headline from a clash to attack on Palestinians, which is very big in Britain. We're now still acting against the BBC, who's still using the word clash against the Palestinians. So this is one front. The second was political lobbying. Alhamdulillah, it is very encouraging that Nicola Sturgeon, who's the head of the SNP, the Scottish Parliament, condemned the actions in Al-Quds and condemned Israel and what it was doing. We have not managed to do that with our British Prime Minister or the opposition leader, the Labour leader. However, alhamdulillah, summa alhamdulillah, in the last 70 hours since the attack started on Masjid al-Aqsa, we have had 21,000 letters sent from our website, Friends of Al-Aqsa, to British MPs, asking them to condemn what has happened in Jerusalem and Masjid al-Aqsa. So that is very encouraging. I'm saying, giving you this number to show you how much love people in Britain have for Palestine, Masjid al- and Masjid al-Aqsa. So just to repeat, we had 21,000 letters go out. We have got protests arranged today, one in London outside 10 Downing Street, which is the Prime Minister's house at 3 o'clock, in Bradford, in Manchester, and in Birmingham. They're all at 3 o'clock today. So inshallah, we're hoping a big turnout around the countries. Again, this is to increase the awareness of what is happening to the Palestinians. And I can also say that in this demonstration, more than 50% normally are non-Muslims. So we see that the love for Al-Aqsa, the love for the Palestinian people in Britain is building and is growing out of just the Muslim-centric circles, which is very, very important in the West. We also, of course, on Tuesday have a special demonstration, which will be much larger than we have called for today. And this will be in a coalition with Stop the War Coalition. This is the coalition we have in Britain that brought out 1 million people against the war in Iraq. So we're hoping a bigger demonstration in Tuesday. So this is an ongoing process. We're also planning to lobby the MPs personally and privately to make sure that they condemn what is happening. And we've had at least 6 British MPs doing that. We are carrying on with our campaign of boycott, divestment, and sanctions against Israel. We requested, and we had a meeting just yesterday with the ulemas of Britain and major organizations, where Dua Qunut will be prayed in most of the mosques in Britain, and to make sure that the Masallis and the Muslims of Britain are aware of what is happening and they can increase their affection, their love, and their dua for Masjid al-Aqsa and the people in Palestine. So these are some of the efforts that we have been trying to do in Britain. And so far it has been extremely encouraging, alhamdulillah. But of course, the people who are paying the greatest price and who giving the greatest sacrifice are the Palestinians themselves. And for them we pray, and we have to only make sure that we can do more, and Allah gives us the strength and accept the little efforts that we are doing. So Jazakallah khan for allowing me to give you an introduction of what we are doing in Britain. May Allah accept. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Thanks a lot, our brother Ismail Batel, about everything. Hawal Sheikh Ismail shakarana ala hadhihi ad-da'wa wa a'tadhara annahu yatahaddath bil-lughati al-ingliziyya wa hum yuhawilun jahidin an yuhawilu al-mazaj fi Britannia li'anna al-hukuma taqif mu'ayyida ila janib al-adu al-sihyuni. الكيان الصهيوني يحاولون ينشطون في المجال القانوني وغير القانوني لتغيير هذا المزاج. اللوبي السياسي يدين حقيقة هناك إدانة للاحتلال وطالبهم بإدانات كثيرة للاحتلال، ويتحدث عن المسلمين في بريطانيا يحبون الأقصى ومهتمون جدا ويدعون لهم في
دعاء القنوت، ويسألون الله تبارك وتعالى أن ينصر المسلمين هناك، وسيقفون إلى جانبهم إلى جانب أهلنا في المدينة المقدسة. ويوم الثلاثاء ستكون المظاهرة الأكبر التي تحدث عنها. نتحول إخواني الكرام بعد هذه الكلمة، جزاكم الله خيرا وبارك الله بكم جميعا، إلى الدكتور عبد الكريم. نتحول بعون الله تبارك وتعالى إلى كلمة دكتور محمد عبد الكريم، فليتفضل على بركة الله. زيد يدخل. الكلمة إخواني الكرام للشيخ الداعية محمد عبد الكريم، الأمين العام لرابطة علماء المسلمين السودان. يقف شعبها إلى جانب المدينة المقدسة، هكذا عهدناهم طوال السنين. الكلمة لك شيخنا الفاضل الشيخ محمد عبد الكريم، تفضل على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي نصر عبده وهزم الأحزاب وحده، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. نيابة عن الإخوة في رابطة علماء المسلمين ورئيسها الدكتور محمد العبدة وبقية الأعضاء في هذه الرابطة العلمائية، وأصالة عن نفسي وعن أهلنا أيضا كذلك في السودان وعن الروابط العلمائية والهيئات العلمائية، فإنني أشكر أولا إخوتنا هنالك في أرض الرباط الذين كانوا سببا في هذا اللقاء العلمائي، وأشكر كذلك الإخوة الذين نظموا هذا اللقاء في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وفي هيئة علماء فلسطين. وأقول أولا إن الله سبحانه وتعالى قد هيأ لهذه الأمة أسبابا للرفعة وأسبابا للعزة، ومن أسباب العزة لهذه الأمة المواجهة التي تكون مع الأعداء، فإن هذه المواجهة وإن لم يسأل المؤمن هذه المواجهة إلا أنها مسألة حتمية قدرية كما أخبر الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. فهذه الآية تتجدد معانيها في مثل هذا الموقف الذي نشاهده اليوم. فهذه الآية نزلت في من منع ذكر الله تعالى أولا في المسجد الأقصى، من الأوائل الذين منعوا ذكر الله عز وجل في المسجد الأقصى، وها هم الصهاينة اليوم يأتون إلى هذا الظلم العظيم فيمنعون الناس من الوصول إلى المسجد الأقصى ومن الاعتكاف في المسجد الأقصى. فهنا تأتي البشارة، بشارة الله تبارك وتعالى أن من ارتكب هذا الظلم وهذا الجرم فإن الله تبارك وتعالى لن يجعله ينعم بالهدوء ولا بالأمان أبدا، بل سيكون في خوف دائم. قال الله تبارك وتعالى: أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. فلا يزال الخوف يطارد الصهاينة في بيوتهم وفي مضاجعهم، ولا يزال الخوف يقطع قلوب هؤلاء الذين يتربصون بالمسجد الأقصى. ليسوا وحدهم، بل حتى المتآمرون معهم من ورائهم من عملاء العرب والأنظمة العربية التي تطبع مع هذا الكيان. هذا أولا. ثانيا، هؤلاء الأبطال الأشاوس في المسجد الأقصى وفي أكناف المسجد الأقصى وفي حي الشيخ جراح، هؤلاء الأبطال جددوا فينا معاني الإيمان، جددوا فينا معاني الإيمان في هذا الشهر، ورأينا بأعيننا معنى النصر
في شهر النصر، فشهر رمضان هو شهر الصبر وشهر النصر، ليس هو شهر القيام والصيام فحسب، بل هو شهر بدر وشهر أحد وشهر الفتح وشهر حطين. فهؤلاء الأشاوس الأبطال، الرجال والنساء، المرابطون والمرابطات، لله درهم، لله درهم، وهم يتوافدون على المسجد الأقصى في الأيام الماضية من أجل أن يروا الله تعالى من أنفسهم خيرا، ومن أجل أن يروا أمة محمد صلى الله عليه وسلم خيرا، ومن أجل أن يرسلوا رسالة إلى هؤلاء القطعان وإلى هذه الدويلة الحوشية المجرمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدهم خوفا ورعبا إلى رعبهم. هؤلاء الأبطال الذين قدموا بالأمس وقدموا كل ما لديهم، حتى إن بعضهم فقد بصره وأصيب إصابات بليغة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعوض من فقد بصره أو فقد عضوا من أعضائه، أن يعوضه خيرا وأن يخلفه خيرا. نسأل الله عز وجل أن يتقبل رباطهم وجهادهم في سبيل الله. إن الرسالة التي نرسلها إلى هؤلاء الأبطال، نقول لهم أثبتوا، إنما النصر صبر ساعة، فإنما النصر صبر ساعة، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. ونقول لهم أنتم في عمل عظيم مع ما لديكم من التعبد في هذا المكان الذي تهفو إليه نفوسنا، فنحن هذا الجيل حرمنا أن نصل المسجد الأقصى وأن نشد الرحال إلى المسجد الأقصى، فأنتم نوابنا وأنتم فرطنا على هذا المسجد العظيم، الذي لما سليمان عليه السلام كما في مسند الإمام أحمد وغيره لما بنى هذا المسجد العظيم سأل الله تعالى ثلاثا، سأل الله تعالى ثلاثا حكما يوافق حكم الله عز وجل وملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، وألا يأتي هذا المسجد، يعني المسجد الأقصى، أحد لا يريد إلا الصلاة إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فهنيئا لكم أنكم في هذا المسجد العظيم تتعبدون الله وتعتكفون هنالك، ثم أنتم ترابطون، ثم أنتم تقفون أمام أشرس أعداء الأمة، هذا العدو الذي قال الله له، قال الله عنه: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا. فكما قال أخي قبل قليل أحد الإخوان: والله إنا لنغبطكم على ما أنتم عليه من الخير ومن الرباط ومن التعبد ومن العبادة. هنيئا لكم، نسأل الله تعالى أن يلحقنا بكم في الأجر والثواب، وإن لم نكن معكم بأبداننا وبأجسادنا، نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون معكم بدعائنا وبتحريض الأمة أن تكون معكم. نسأل الله تعالى ألا يحرمنا هذا الأجر وألا يحرمنا هذا الرباط في هذا الشهر العظيم. إن رسالة يعني وصلتنا قبل قليل من كتائب القسام هنا من 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 غزة أرض العزة، أن الراجمات على أهبة الاستعداد من أجل دك معاقل تل أبيب ودك معاقل الكيان العار، هذا العار الكيان الصهيوني. فلله درهم كتائب القسام، لله درهم. نعم، هذه هي اللغة التي لا يعرفها، التي لا يفهمها العدو، لا يعرف العدو إلا هذه اللغة، لغة القوة. فلله در كتائب القسام، وهم يضعون أيديهم على الزناد، وهم يرابطون ومعهم هذه الراجمات وهذه الصواريخ في تهديد هذا الكيان أنه لو عبث بهذه المقدسات، وبأنه لو صد الناس عن المسجد الأقصى، ولو أنه وقف مع قطعان المستوطنين المغتصبين هؤلاء في تهديدهم من أجل اقتحام المسجد الأقصى، أن هنالك لغة أخرى تنتظر هؤلاء. لله در كتائب القسام، فنحييهم منها هنا ونشد على أيديهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الشهر شهر نصر وعز
ومنعة للأمة، وألا يأتي علينا رمضان القادم إلا وقد اصطففنا جميعا في المسجد الأقصى منتصرين فاتحين، وليس ذلك على الله بعزيز وليس ذلك على الله ببعيد. فأملوا خيرا وثقوا بنصر الله تبارك وتعالى. أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا شيخنا الفاضل الدكتور محمد عبد الكريم الأمين العام لرابطة علماء المسلمين. شكرا لكل علماء المسلمين، شكرا لكم جميعا. هل يتجرأ الصهاينة غدا على اقتحام المسجد الأقصى المبارك؟ هل يقوون على هذا الفعل وهم يرون الأمة الإسلامية في كل مكان تخرج وتنادي للمسجد الأقصى وللقدس بأعلى الحناجر؟ هل يجرؤون على اقتحام المسجد الأقصى المبارك بعدما قذف الله تبارك وتعالى في قلوبهم الرعب يقينا على لسان المجاهدين الذين هددوهم وعلى لسان الثابتين في المسجد الأقصى والمرابطين المدافعين عن المسجد الأقصى المبارك؟ الرد سيكون غدا، سوف نرى من هو المنتصر، والله سينصر المؤمنين الثابتين بإذن الله تبارك وتعالى. كلمة رئيس هيئة علماء فلسطين، كلمة شيخنا الحبيب الفاضل الشيخ المجاهد دكتور نواف تكروري يتحدث للأمة، رسالة فلسطين، رسالة الأمة، أيتها الأمة المعطاءة، أيتها الأمة، أمة الإسلام، أمة الإسلام، شعب فلسطين ينادي عليك. كلمة لك شيخنا الكريم، تفضل دكتور نواف تكروري. بارك الله فيكم، بارك الله في فضيلة الشيخ علي والإخوة الحضور مشايخنا الكرام، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي ينصر بنصره من بذل غاية وسعه ولم يكلفنا أن نعد ما عد عدونا. فيا أهلنا في بيت المقدس، قد والله أعددتم ما بوسعكم فيما نحسب، وبذلتم غاية ما تستطيعون، وإن الله لن يخيبكم، وإن الله سوف ينصركم صبرا على الآلام في ساح الوغى. فالغيمة السوداء حتما تمطر، وسيجرف السيل العرمرم كيدهم، وسينبت الأمل الجميل ويزهر. سنعود يوما كالأسود كواسرا، نطأ الذئاب ذليلة ونزمجر. أوقد المقدسيون أوقد جمرها يا معشر، والنسوة انطلقت أسود تزأر. قد أقسم الشعب اليمين مجاهدا، الله فوق الظالمين وأكبر. صبرا يا أهلنا في بيت المقدس، صبرا، فإنكم بإذن الله تعالى منتصرون. وإن ومن جاء إليكم من شتى بقاع فلسطين، اصبروا، اعتكافكم غير اعتكاف الآخرين. شعائركم ممزوجة بالرباط الذي يرتقي بها فوق كل اعتكاف وفوق كل الشعائر في الأجر والمثوبة، كما اتفق على ذلك العلماء. فإن شعيرة الرباط فوق شعيرة المجاورة، حتى في مكة المكرمة، حتى عند الحجر الأسود. فلذلك اصبروا وصابروا، وإن كل من يحاول أن يقول لكم وأنتم تسمعون تهديدات ووعيد وتجميع المجرمون الصهاينة للاقتحام غدا، إن كل من يريد أن يقول أن هنالك تهدئة وأن الأمر ينتهي باليوم وأن عودوا إلى بيوتكم، فإنما هو خائن، وإنما هو يريد أن يثبطكم. إن رباطكم ينبغي أن يستمر الآن يا أهلنا في بيت المقدس. اصبروا إلى يوم 29، وهي أيام اعتكاف، واعتكافكم ليس كأي اعتكاف، وإنما هو أرقى وأعظم،
هو جهاد، هو رباط، هو عزة، هو شرف. والله كما قال مشايخنا وإخواننا من قبل نغبطكم، والله أن أعظم ما نتمنى أن نكون معكم وأن نشارككم وأن نقدم عيوننا وقلوبنا وأجسادنا وأرواحنا فداء الأقصى، فداء عزة هذه الأمة وكرامتها. اللهم لا تحرمنا شرف الجهاد يا رب العالمين. اصبروا يا أهلنا، يا أهلنا في الضفة، يا أهلنا في 48 وجوبا. نحن لا ننظر عليكم بالأحكام، أنتم سبقتم، ولكن وجوبا الذهاب إلى المسجد الأقصى لمن يمكنه التخلف، حرام، ولستم ممن يتخلفون، فهيا وهبوا املأوا الشوارع. أما أنتم يا كتائب القسام ويا كتائب الجهاد في كل المجاهدين، فوعيدكم ينبغي أن ينزل على رؤوس الصهاينة وأن يدمرهم بما آتاكم الله، وبعونه، لا بما آتاكم بل بعونه ومعيته. السادة العلماء، أنا أقول لكم يا مشايخنا، ولا تؤاخذوني للصراحة اليوم، إن مهمتنا ليس هذا المؤتمر، وهو من مهمتنا. والله إن طفلا يجهل في أي بقعة من بقاع العالم ما هي فلسطين وما هو الأقصى سنسأل عنه يوم القيامة. والله إن رجلا يهدم بيته أو يعاني في القدس ولا نمد الدعم ولا نحرك التجار والحكام والشعوب لتبذل كل ما لديها سنسأل عنه يوم القيامة. مهمتنا أكبر أعظم من خطبة وكلمة ترفع وتعين أهلنا، وهي مهمة ولكنها بعض المهمة. لنتحرك أيها السادة العلماء، واجبنا عظيم، لا بد أن نحرك الشعوب لكي تهز عروشة المطبعين، لكي تقلبهم، لكي تقتلعهم. أنا أدعو الله أن يقطع أمعاء السفراء الذين تناولوا طعام الإفطار عند الكيان الصهيوني من البلاد المطبعة. اللهم قطع بما أكلوا أمعاءهم وأمعاء من أرسلوهم. اللهم دمرهم شر تدمير. كيف هذا؟ كيف هذا المسجد الأقصى يئن بحركة مسرى الرسول يهيب بالعباد لب الندى؟ إن الأنذال قد فعلوا بساحتي خسيس الفحش والإفساد. لا يعقل هذا أيها المسلمون، أيها العلماء، أيها العامة، أيها الشباب، أيتها النساء. لا بد أن يبقى الأقصى في عقولكم وقلوبكم وعلى أقلامكم وفي أموالكم. لا خير في أموالنا والله إن ادخرت والمسجد الأقصى يدنس. كيف هذا؟ لا بد في بلادنا كلها يا أيها الإخوة أن تجمع الأموال السخية. أيها التاجر، ما بارك الله في تجارتك إن لم تدفع للأقصى وإن لم تدد عنه. ويبارك الله لمن يبذلون ولمن يضحون. كيف هذا؟ والله الحمد لله الأمة خيرة، والله من سوريا وما في سوريا يأتي الدعم لفلسطين. وأنا أقول للبلاد التي يمنع طغاتها التبرع لفلسطين، تجاوزوا فليعتقلوكم، لا تطيعوهم، إنهم مجرمون، إنهم غدرة، إنهم باعة يريد أن يبيعوا المسجد الأقصى للصهاينة، لا تطيعوهم. علينا أن نقوم أيها الإخوة بالواجب، كل الواجب، كل المستطاع. نحن مسؤولون، سنحاسب إن لم نبذل قصارى جهدنا أيها الإخوة. علينا أن نرتب يا إخواننا مثل هذه أيضا من واجبات العلماء في كل بلد من بلادنا. لا يكفي هذا يجمع عدد،
لابد أن تصبح ملتقيات وباللغات المختلفة. في وبالأمس كان قبل أيام في أخواننا في أندونيسيا، ينبغي أن يكون في باكستان، في الهند، في ماليزيا، في أندونيسيا، في تركيا، في كل وفي البلاد العربية، وقهرا عن طغاتها المجرمين. ولتكن مواجهات كما يواجه أهل بيت المقدس. لا يجوز الخنوع، لا يجوز الرضا، لا يجوز القبول، لا يجوز السكوت. علينا أن ندفع الثمن، لا بد دون الأقصى من سيل الدماء، ولا بد من بذل الغالي والنفيس. هذا طريقنا، صعب شاق ولكنه موصل، مليء بالحفر ولكنه مختوم بالنصر بإذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، تقبل الله منكم. اثبتوا يا أهلنا مرة أخرى في بيت المقدس، لا تتزحزحوا، واجهوا بكل ما لديكم. نتمنى أن نكون معكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه صرخة الدكتور المجاهد نواف التكروري، رئيس هيئة علماء فلسطين لكل الأمة، نداؤه لأهل فلسطين وصرخته لهذه الأمة في كل أماكن تواجدها. نسأل الله تبارك وتعالى الظفر لأهلنا في بيت المقدس. غدا يوم المواجهة، والاستنفار مستمر منكم يا علماء الأمة. علماء الأمة، مسؤوليتكم، أمانتكم كبيرة 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 في دعم أهلنا في فلسطين، في تثوير الجماهير المسلمة في كل مكان، في إبقاء الرسالة والجذوة قوية حتى نحرر فلسطين والمسجد الأقصى والقدس بعون الله تبارك وتعالى. ونداؤنا المستمر من كل علماء الأمة، كما سمعتم، لأهلنا الثابتين في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس في المسجد الأقصى المبارك، ابقوا على ما أنتم عليه. إنما النصر صبر ساعة، نعم إنما النصر صبر ساعة، والله سينصركم بعونه وقدرته، جلت قدرة الله تبارك وتعالى. مهما فعل الصهاينة سنهزمهم إن شاء الله. هم يخافون، يرتعبون من المرابطين، من الثابتين، من تكبيرات الله أكبر في حنايا المسجد الأقصى المبارك. المعتكفون الآن في المسجد الأقصى، على أبواب المسجد الأقصى. المواجهة ستبدأ محتدمة قوية. لذلك هذه المعركة تحولت من معركة مجموعة إلى معركة أمة، إلى حراك أمة. هذا هو حراكنا، وغدا يومنا قريب بإذن الله تبارك وتعالى، الذي سنصلي فيه في المسجد الأقصى، وليس ذلك على الله بعزيز. هي فرحتنا الكبرى عندما ندخل المسجد الأقصى محررين. شكرا لكل أفراد هذه الأمة، واستنفارنا مفتوح لنصرة المدينة المقدسة بكل أطيافها. شكرا لكم فردا فردا على ما قدمتموه، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك بجهودكم أجمعين. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم.